بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أساتذتنا الأفاضل وحضورنا الكريم، أتشرف أن أكون معكم. أنا محدثكم عدنان طلعجي من فريق التقديم في منصة أريد العلمية. أهلا وسهلا بكم في محاضرتنا العلمية بعنوان الالتزام بمعايير الجودة ركن لاستدامة التعليم المثمر، توصيف المادة نموذجا، والتي تقام ضمن فعاليات المحفل العلمي الدولي 14 بنسخته الإلكترونية. إن توصيف المادة الدراسية يمثل ركيزة أساسية لتحقيق جودة التعليم، حيث يعكس رؤية وأهداف المؤسسة التعليمية. سنناقش في هذه المحاضرة كيفية إعداد توصيفات المواد بما يتوافق مع المعايير العالمية، ودور أعضاء الهيئة التدريسية والإدارية في تنفيذها بشكل فعال ومستدام. نسأل الله أن يوفقنا جميعا لتحقيق تعليم عالي الجودة ومستدام للأجيال القادمة. يقدم لنا هذه المحاضرة قامة من قاماتنا العلمية العظيمة، الأستاذ معد أحمد خالد الحاكم. وإليكم أحبتنا الأفاضل سيرته العلمية مختصرة. الأستاذ معد أحمد خالد الحاكم له من التحصيل العلمي بكالوريوس علوم إسلامية من جامعة بغداد كلية الشريعة سنة 1985، وكذلك حاصل على الماجستير تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها من الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا في العام 1996، وأيضا ماجستير علوم إسلامية الفقه وأصوله من الجامعة الإسلامية العالمية عام 1997، وماجستير مصغر في إدارة الأعمال برنامج جامعة ولاية ميسوري الأمريكية معهد ميوز الماليزي في العام 2012، وأيضا دبلوم علوم سياسية من المعهد البريطاني للعلوم السياسية. أما الإنجازات الشخصية فهو حاصل على جائزة أفضل محاضر في مراكز الدراسات الإسلامية الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا 6 مرات، وأيضا حاصل على جائزة أفضل مستشار للجمعيات الطلابية مركز الدراسات الإسلامية في الجامعة الإسلامية بماليزيا عام 2004، جائزة أفضل شخصية مركز الدراسات الإسلامية وأيضا من الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا للعام 2012. أما خبراته فهو منسق مختبر الكتابة العربية في كلية معارف الوحي والعلوم الإسلامية في الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا منذ عام 1996 وحتى عام 2000، محاضر في الجامعة الإسلامية العالمية في ماليزيا منذ عام 1996 وحتى الوقت الحاضر، منسق برنامج اللغة العربية وآدابها قسم معارف الوحي والعلوم الإنسانية مركز الدراسات الإسلامية في الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا منذ العام 2009 وحتى وقتنا هذا، مستشار تربوي لوزارة الأوقاف القطرية في العام 2001 ومن ثم في العام 2007، أستاذ زائر في معهد الفاتح سريلانكا، تقديم مرشاة عمل في تطوير المناهج وتقويم الاختبارات والتفكير النقدي. أيضا مدير برنامج التقويم الإسلامي الشامل في مركز الدراسات الإسلامية في الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا 2012، المشرف العام لنظام عليم للتعليم الإلكتروني التابع لمنصة أريد العلمية حتى عام 2022، وقد شارك الأستاذ معد في تنظيم وحضور أكثر من 50 مؤتمرا أقيمت في ماليزيا وخارجها، وله من الكتب والمنشورات أساسيات كتابة البحث العلمي، كتاب منهجي لطلبة مركز الدراسات الأساسية في الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا الطبعة الأولى عام 2008 دار التجديد في ماليزيا، وأيضا مختارات الكتابة العربية سنة 2008 وأيضا من نفس دار النشر، البلاغة العربية عام 2010 في دار الفجر في ماليزيا، النحو العربي بانجي للطباعة والنشر في عام 2010 في ماليزيا، الصرف العربي لطلبة الدراسات الأساسية مركز الدراسات الأساسية في الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا عام 2019، وأيضا مهارات التفكير في مركز الدراسات الإسلامية الأساسية في الجامعة الإسلامية العالمية أيضا بماليزيا، وأيضا له مجموعة من الأبحاث المنشورة في مجلات محكمة وغير
محكمة. ما شاء الله تبارك الله، سيرة ذاتية رائعة لسعادة الأستاذ معد، بارك الله فيك، وأيضا لكم الصلاحية كاملة، فتفضل مأجورا مشكورا. تفضل سعادة الأستاذ معد. عفوا أستاذ معد، الصوت لا يظهر عندنا، بس لو تفعل المايك. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصر إخواننا في فلسطين. أما بعد، حياكم الله، أهلا وسهلا بكم في هذه المحاضرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله وقتا طيبا، وأن يجعلنا من يسمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يقيل عثراتنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا يا رب العالمين. هل الباوربوينت واضح الآن؟ واضح واضح، نعم، تفضل. جميل جميل. طيب، موضوعنا لهذه الليلة، نحن عندنا طبعا الساعة 11 ليلا، ربما عندكم الوقت لا يزال مبكر. الموضوع هو الالتزام بمعايير الجودة، ركن لاستدامة التعليم المثمر، توصيف المادة نموذجا. لماذا هذا الموضوع؟ حقيقة في الآونة الأخيرة كثرت المقالات عن موضوع معايير الجودة في دول العالم الإسلامي، وهذا أمر جميل ورائع جدا، باعتبار أن هذا الأمر كان في دول الغرب ومعايير الجودة منذ زمن بعيد جدا. يعني أول ما بدأ هو في عام، يعني أو أول منظمة الجودة أو وضع معايير الجودة كانت في عام 1927، يعني نتكلم قبل 100 سنة. أول مؤسسة أنشئت في أوروبا لوضع معايير للجودة، وطبعا في ذاك الوقت كانوا يتكلمون عن التصنيع أكثر مما يتكلمون عن باقي جوانب الحياة. وبعد الحرب العالمية الأولى سنة 1947 أنشئت مؤسسة الجودة العالمية تحت إشراف الأمم المتحدة، وهذه المؤسسة قامت بوضع معايير كثيرة لمجالات متعددة، منها ما يسمى الأيزو أو أي إس أو، أو بعضهم يسمى إيزو، التسميات المختلفة، الذي هو International Standardization Organization of Organization، يعني المعايير العالمية للمنظمات. وبعد ذلك طبعا شمل هذا المعيار منظمات التربوية والمؤسسات التربوية والتعليمية، والآن أغلب دول العالم نسميه المتطور المتقدم تقنيا، باعتبار أنهم ما تقدمهم تقني وليس إنساني، فلذلك يعني لا نعمم اللفظ ونقول العالم المتقدم أو المتطور، وإنما المتقدم أو المتطور تقنيا. هذا العالم بدأ ب يعني إجبار الجامعات والمؤسسات بالحصول على إجازة المعايير الدولية الـ ISO، ونحن هنا في ماليزيا، لأن أنا أعمل في الجامعة الإسلامية العالمية في ماليزيا منذ عام 1996، بدأنا ب أو الوزارة، وزارة التعليم العالي، طلبت من الجامعات الحصول على هذا الـ ISO 9000 وما بعده من ملحقات جاءت بعده. فبدأنا قبل 20 سنة تقريبا على ما أذكر يعني. ففي البداية بدأنا ب يعني الحصول على هذا، فشكلت لجان، فكان من اللجنة الأولى التي شكلت في المركز الذي أنا أعمل فيه، مركز تابع للجامعة الإسلامية.
نحن المركز اللي أنا أعمل فيه عندنا 250 أستاذ تقريبا، 250 محاضر تقريبا، وعندنا 5000 طالب. فبدأنا في ذاك الوقت، وأنا كنت عضو في اللجنة، في لجنة الحصول على هذه الإجازة، ثم بدأنا بالعمل والتطوير ثم تقديم الدورات إلى أن حصلنا على هذه الإجازة. ثم سنويا كل سنة طبعا الـ ISO هم عندهم زيارة سنوية لتجديد الـ الإجازة، فيقومون بزيارات منتظمة أو عشوائية للتدقيق والمراقبة، ومن ثم إصدار التقرير السنوي باستمرار الإجازة أو بإعطاء ملاحظات من أجل التطوير والتحسين. فهذه يعني القضية، قضية المعايير الجودة هي قضية قديمة، لكن في دولنا لا زالت، في الدول العربية والإسلامية لا زالت الجامعات، أغلب الجامعات لم تحصل على هذا، على هذه الإجازة، إجازة المعايير الجودة. ويبدو في الفترة الأخيرة ملاحظتي الشخصية أنه بدأ الاهتمام يعني والتركيز على معايير الجودة، وبدأت تشكل لجان أو ما شابه لضمان الجودة داخل الجامعات. وهذا طبعا جميل جدا، لأنه هذا هو الخطوة الأولى للحصول على الإجازة، يعني أنه يجب أن يكون عندك قسم الجودة أو قسم ضمان الجودة أو أي شيء، جمعية يعني يجب أن يكون عندك هناك مكان مخصص أو جهة مخصصة لضمان الجودة، تراقب ضمان الجودة. فلذلك يعني هذا شيء جميل، ولذلك يعني نحن نريد أن نركز على هذا الموضوع باعتبار من باب زيادة الوعي، ومن زيادة من باب التحفيز من أجل الحصول على إجازة الـ ISO أو أي إجازة، لأن هناك بعض الأنظمة الأخرى المشابهة لها، لكن هذا الـ ISO هو الأشهر عالمياً. فنحن يعني في هذه المحاضرة من أجل التحفيز من أجل الحصول على هذه الإجازات. طيب، محاور المحاضرة: أهمية معايير الجودة، توصيفات المواد في التعليم الجامعي، ثم أثر معايير الجودة في تطوير توصيفات المواد. طيب، نبدأ أولا، ما معايير الجودة؟ سنأخذها بشكل سريع، لأن أنا أريد أن أعطي وقت أكبر للمداخلات باعتبار المحاضرة ساعتين، فنحاول أن نعطي أكبر قدر ممكن من الوقت للمداخلات، لأن المداخلات يعني تثري وتغني الموضوع أكثر من الشرح والتقديم. ما هي معايير الجودة؟ معايير الجودة أولا عندنا هي خصائص، شروط، مواصفات، قوانين، تعليمات، إجراءات، كل هذه يجب القيام بها وتنفيذها من أجل الحصول على منتج جيد. أريد أن أوضح نقطة هنا، عندما نقول منتج جيد، المنتج هنا يعني ليس شرط أن يكون بضاعة أو سلعة، لأن المنتج قد يكون إنسان، يعني الطالب الذي يتخرج من الجامعة هو منتج، الأستاذ الذي يعمل في الجامعة هو منتج للجامعة. يعني أنا الآن مثلا عندما أخرج وأعطي محاضرة، أو أخرج ومثلا أتواصل مع الآخرين، فالناس عندما يعرفون أنني أنا أعمل مثلا في الجامعة الإسلامية أو في هذه، فبالتأكيد سيقومون بتقييم الجامعة بناء على ما يرونه مني أنا. فأنا في الحقيقة أمثل واجهة أو جهة للجامعة، فأنا منتج من منتجات الجامعة. لذلك إذا أنا لم يكن عندي هذه الكفاءة، ولم تكن عندي هذه الصورة الجميلة، فهذا سوف ينعكس على الجامعة. فالمنتج عندما نقول منتج، المنتج يعني ليس شرطا أن يكون يعني بضاعة، قد يكون خدمة، أنت تقدم خدمة، قد تقدم استشارة. المهم أن هذا المنتج الذي خرج من الجامعة مهما كان نوعه يجب أن يكون جيد، وإلا الوقت، الجهد، المال الذي ينفق في المؤسسة سيكون هباء وعبثا.
فحتى يكون الجهد والوقت والمال المنفق على هذه المؤسسة يكون ذا قيمة، يجب أن يكون المنتج الذي يخرج من هذه المؤسسة منتج جيد. كيف نتأكد أن هذا المنتج جيد؟ إذن هناك إجراءات، هناك قوانين، هناك تعليمات، هناك شروط، هناك خصائص يجب القيام بها. هذه نسميها معايير الجودة. فهذه هي المعايير الجودة. الذين طبعا الإخوة الذين يعني يعملون في مجال الاي اس او، بغض النظر، لانه نحن هنا نسمي اي اس او، بعض الدول يسمونه ايسو، بعضهم يسمونه ايزو، بعضهم يسمونه ايزو، المهم لا يهم، لا مشاحة في المصطلحات. الاي اس او هذا الذي يعملون فيه ويعني في داخل اقسام ضمان الجودة يعرفون ان عندما نتكلم عن معايير الجودة، معايير الجودة هي ليست واحدة او اثنين، وليست جانب او جانبين، هي عملية شاملة تشمل كل شيء. يعني كل شيء يجب أن يكون ضمن المعايير أو له معايير تضمن الجودة فيه. طيب، أي خلل في القضايا أعلاه سوف تسبب نقص أو خلل في المنتج. سنتكلم بعد قليل ونعطي أمثلة كثيرة على هذا. ومنه سنتكلم، بما أننا نحن مؤسسات تعليمية، نتكلم عن الطالب. هذا الطالب الذي يخرج مننا سيكون فيه خلل، وسأعطيكم من الأمثلة على ذلك. العراق في زمن في السبعينات، في الستينات، في السبعينات، في الثمانينات من القرن الماضي، كان الطالب العراقي عندما ينتهي من البكالوريوس في العراق ويذهب يدرس مثلا في أوروبا، في أمريكا، ينظر له على أنه منتج جيد. الآن، أو ليس الآن، دعنا نقول الآن ربما تحسن قليلا، لكن في فترة الحصار في التسعينات حتى عام 2003، ومن 2003 إلى ما بعدها ب10 سنوات، هذه السنين العجاف، صار ينظر إلى الطالب العراقي على أنه المنتج ليس جيد. لذلك كان عندما يذهب إلى أوروبا أو إلى بعض الدول ما يقومون بقبوله مباشرة إلا بعد امتحان، يعني يجب أن يخضع لامتحان من أجل التأكد أنه منتج جيد. الآن بدأت الصورة تتحسن يعني أكثر بالنسبة للطالب العراقي، باعتبار أن أيضا يعني التعليم في العراق بدأ يتحسن، وبالتالي صورة الطالب العراقي بدأت أيضا تتحسن مع هذا التحسن الذي بدأ يدخل على الجامعات العراقية. فانظر، يعني هذا مثال واضح جدا على أن إذا كان هناك خلل في المنتج، فالمجتمع سواء كان المحلي أو الدولي سينتبه إلى هذا، وبالتالي سيقوم بتقييم المؤسسة التي أخرجت هذا المنتج بأنها مؤسسة غير جيدة أو ليست لها معايير جودة. وكما قلنا، المنتج لا يشترط أن يكون سلعة، قد يكون خدمة، قد يكون شخص، قد يكون أي شيء يطلبه العملاء أو الزبائن. طبعا هذا أيضا المصطلحات، يعني أرجو من الإخوة أن لا يركزوا كثيرا بالمصطلحات، باعتبار أنه تسميات مختلفة، كل دولة، كل بعضهم يسميه عميل، بعضهم يعني زبون، المهم يعني هذه ليست مهمة يعني. طيب، فلا مشاحة في المصطلحات إن شاء الله. طيب، إذن ما هو ضمان الجودة؟ يعني كيف نقول نضمن الجودة؟ كيف، ما هو ضمان الجودة؟ ما معنى ضمان الجودة؟ هي إجراءات تتأكد من وجود معايير الجودة في المؤسسات. إذن هذه نقطة يجب أن نقوم بالتفريق بين شيئين، بين معايير الجودة وبين ضمان الجودة. لأنه أنا رأيت كثير من الإخوة الذين تحدثوا في الجودة يبدو أنهم قرأوا فقط كتب عن الجودة لكن لم يدخلوا في ممارسات عملية، ولذلك يبدو صار عندهم نوع من لا أعرف ماذا أسميه، لا يفرقون بين معايير الجودة وبين ضمان الجودة. سأعطيكم مثل على هذا. الـ ISO هو ليس معايير جودة، الـ ISO هو ضمان الجودة. يعني هذا الفرق. فعندنا شيء اسمه معايير الجودة وعندنا ضمان الجودة. ما معنى ضمان الجودة؟ ضمان الجودة هو يأتي لك يتأكد من وجود الجودة ويعطيك ملاحظات وأنت تقوم بالتغيير. فالـ ISO هو ليس يعني هو المعايير، لا، هو مؤسسة لضمان وجود الجودة، فهو يعطيك شهادة أنك أنت مؤسسة
عندك جودة. لكن المعايير من أين نأتي بها؟ سنتكلم عن هذا. المعايير تأتي من أماكن مختلفة. الـ ISO واحد من مصادر المعايير. لكن مثلا نحن في التربية، نحن في التربية عندنا معايير تربوية. يعني مثلا أنت كيف تقوم بكتابة الأسئلة، كيف تقوم مثلا بتصميم مادة، كيف تقوم بتصميم منهج، هذه كلها المعايير موجودة في علم التربية، في المدارس التربوية، في الفلسفات التربوية. المعايير أنت تأخذها من هناك. ضمان الجودة، الـ ISO عندما يأتي ماذا يفعل؟ يسألك هذا السؤال. أنت عندك الأسئلة، هل فيها جودة؟ تقول نعم، يقول لا، أعطيني الإثبات. فالـ ISO أو هذه المنظمات أو المؤسسات ضمان الجودة تقول لك أنا أريد منك إثبات وجود الجودة. ما هو الإثبات؟ فأنت تقول له مثلا نحن نستخدم هذه الفلسفة في الأسئلة، يقول لك أرني فيرى. تقول هذه الأسئلة كتبناها بهذه الطريقة بناء على هذه الفلسفة، فهو يطلب منك التبرير. فإذا نحن عندنا مؤسسة اسمها مؤسسة ضمان الجودة، وعندنا شيء اسمه معايير الجودة. معايير الجودة من أين تؤخذ؟ تؤخذ من الجهاز ذات الاختصاص. فأنت عندما التصنيع مثلا، المؤسسات، الشركات، المصانع، المدارس لها معاييرها من الجهات التخصصية. طيب، إذا ضمان الجودة إجراءات نحن يجب أن نقوم بها. لماذا؟ لنتأكد من وجود المعايير. نقوم بالتأكد من وجود الوثائق التي تثبت التزام المؤسسة بمعايير الجودة. يعني هذه النقطة مهمة جدا، أننا يجب أن نتأكد. لذلك الذين الإخوة يعني الذين درسوا أو عملوا في مجال الجودة، يعرفون هذا القاعدة الذهبية الأولى. يعني الـ ISO أول ما يأتون، يعني هذا حدث مثلا معنا، يعطونك القواعد الذهبية. القاعدة الذهبية الأولى عندما تتعامل مع الـ ISO، عندما تريد تأخذ الإجازة منهم، القاعدة الأولى: كل شيء غير موثق إذن غير موجود. هذه القاعدة الأولى عندهم، وهي قاعدة ذهبية يعني يطبقونها دائما. كل شيء غير موثق، غير مكتوب، إذن هو غير موجود. فيأتي لك مثلا يقول لك أنت مثلا، هذه مثلا توصيف المادة، نحن نتكلم عن توصيف المادة، يقول لك توصيف المادة، هل هذا توصيف المادة مقر ومعترف به من مؤسستك؟ يعني إدارة المؤسسة هل اعترفت بهذا التوصيف؟ هل قامت بإقرار هذا التوصيف؟ تقول نعم، يقول لك أعطيني إثبات. فتقول يعني نحن نطبقه، يقول لك لا لا، نحن نريد إثبات أن المؤسسة التي تعمل بها قامت بإقرار هذا التوصيف. لذلك ماذا يريدون؟ يعني الآي اس او عندما يأتون، عندما تعطي توصيف المادة الذي هو موضوعنا اليوم، فماذا يفعلون؟ يطلبون في أي اجتماع لمجلس الجامعة أقر هذا التوصيف. فتقول نكتب أنه هذا التوصيف مثلا، هذا التوصيف رقم واحد أقر بتاريخ كذا بكتاب أو بالاجتماع مجلس الجامعة المرقم كذا بتاريخ كذا. خلاص، نحن الآن عرفنا أن هذا التوصيف هو مقر وموافق عليه من مجلس الجامعة. لماذا؟ لأن توجد هناك وثيقة تثبت هذا الكلام. فالضمان الجودة ماذا يفعلون؟ هم يتأكدون من وجود الوثائق التي تثبت التزام المؤسسة بمعايير الجودة. طيب، ربما الآن أنا لأنه لا أريد أدخل بتفاصيل الآي اس او كثيرا، أو الـ ماذا يعني، لأنها ليست يعني موضوعنا اليوم. لكن القصد ماذا؟ القصد أنه هم يريدون وثائق تثبت هذا. وربما يسأل سائل، لماذا يعني نحتاج أنه مجلس الجامعة يقر التوصيف؟ لأنه هو الآي اس او يتعامل معك ليس بشكل فردي، يتعامل بشكل مؤسسي. يقول لك بما أنك تعمل بمؤسسة، إذن كل شيء يحدث داخل المؤسسة يجب أن يكون تحت موافقة المؤسسة. وهذه واحد من القضايا التي سأطرحها بعد ذلك. كثير أنا يعني لأنه يعني تعاملت مع الجامعات في سريلانكا، في العراق، ذهبت في شمال العراق في أحد الجامعات في شمال العراق، ذهبت لهم أستاذ زائر في مثلا إندونيسيا، في تايلاند، حتى هنا في يعني في ماليزيا في جامعتنا عندما نتعامل مع الأقسام الأخرى. هذا الشيء يجب نتعامل معك على أنك مؤسسة. لا يمكن أنك تعمل في مؤسسة
ثم تعمل بشكل فردي. فعندما نأتي لك نقول مثلا الأسئلة، هذه الأسئلة لماذا قدمتها للطلبة؟ هل وافقت الجامعة؟ تقول لا أنا كتبتها وأعطيتها للجامعة. لا، سيقول لك إذن هذا دليل على عدم وجود الجودة. لماذا؟ يقول لك عندما تقدم أسئلة نهائية تعطيها للطلبة، هذه الأسئلة النهائية يجب أن يكون موافق عليها من قبل الجامعة. ونأتي للجامعة فنقول هل أصدرتم السياسة التقويم والاختبارات؟ يقول نعم. فيقول لك نحن عندنا مثلا الأستاذ يكتب الأسئلة يقدمها للقسم، القسم يأخذها للكلية. لا يمكن أن تقدم الأسئلة للطالب إلا بعد موافقة الكلية. طيب، فنأتي إلى الأستاذ نقول له قدمت للكلية؟ يقول نعم. يقول له أعطيني وثيقة. أين الوثيقة؟ يقول الوثيقة في اجتماع كذا المرقم كذا بتاريخ كذا في رسالة تمت الموافقة على هذه الأسئلة. فهذا معنى التأكد من وجود الوثائق التي تثبت التزام المؤسسة بمعايير الجودة. طيب، متابعة مستمرة. لذلك هم يقومون جماعة الجودة عندهم يعني يشكلون لجنتين، تسمى اللجنة المحلية واللجنة الخارجية. اللجنة المحلية مكونة من أعضاء الجودة داخل المؤسسة، ثم مؤسسة الجودة التي هي تابعة للحكومة تأتي وهي الخارجية. فهناك تفتيش من اللجنة الداخلية أو المحلية للمؤسسة، وهناك تفتيش من المؤسسة الخارجية. هناك زيارات بعضها يكون متفق عليه ثابت، يأتون مثلا كل 3 أشهر مرة ويعطونك التواريخ، وبعضها يسمونها زيارات مفاجئة. يأتي لك تراهم مباشرة دخلوا، يقول لك أعطيني كذا أعطيني كذا، حتى يتأكدون من وجود أو استمرارية وجود المعايير في المؤسسة. ضمان الجودة لا يعني المحاسبة، هذه أيضا نقطة يجب أن ننتبه لها. الآي إس أو أو غيره من هذه المؤسسات هي ليست مؤسسات محاسبة. لماذا؟ لأن الذي يحاسب هو الدولة، أما هذه المؤسسة هي فقط تعطي تقرير بوجود الجودة أو بعدم وجود الجودة. فهي مؤسسة تعطيك شهادة بوجود الجودة، تعطيك هذا المنتج الذي يخرج من مؤسستك هل هو منتج يتبع المعايير أو لا يتبع المعايير. لكن إذا أنت لا تتبع المعايير هم فقط يقول لك نحن لا نعطيك إجازة، يعني إجازة الجودة لا نعطيها لك، لكنهم ما يحاسبون. هذه المحاسبة قضية أخرى هي تابعة للدولة. لذلك يجب أيضا أن نفرق بين يعني يجب أن نفرق بين الجودة وبين المحاسبة. هناك فرق كبير بينهم. إذا أي واحد من الأخوة عنده سؤال يمكن أن يكتب السؤال مباشرة على الشات، حتى يعني إذا كان هناك مجال نجيب عليه مباشرة. طيب، ما هي الجودة في التعليم؟ إذا هذه الجودة في التعليم مجموعة من المعايير والخصائص الواجب توفرها في جميع عناصر أركان العملية التعليمية في المؤسسة التربوية والتي من شأنها تحقيق الأهداف المطلوبة. ما تفترق كثير، يعني هي الجودة في الجامعة أو في المصنع أو في المزرعة أو في أي مكان، هي الفكرة واحدة أو الفلسفة واحدة، أنه وجود معايير. المعايير كما قلنا نفرق بين ضمان الجودة وبين معايير الجودة. معايير الجودة من أين تأخذها؟ من الجهة التخصصية. يعني أنت مثلا عندك مزرعة، من أين تأخذ المعايير؟ من وزارة الزراعة، تأخذ إلى وزارة الزراعة يعطونك المعايير الواجب توفرها. أنت تعمل مثلا عندك مصنع، تذهب مثلا إلى وزارة التصنيع. أنت عندك شركة، تذهب مثلا إلى وزارة التجارة. نحن مثلا مؤسسة تعليمية نذهب إلى وزارة التربية أو وزارة التعليم العالي. فنحن عندنا هذه المعايير يجب أن تكون متوفرة. وهذه المعايير ليست في جزء محدد، لا لا، هي في كل الأجزاء، يعني ويشمل كل المؤسسة. لذلك يعني نحن مثلا كجامعة عندما يأتون جماعة الـ ISO هم عندهم جهات، يعني عندهم يأتوك سنتكلم بعدها، عندهم 7 عناصر مختلفة، فهم يدققون العناصر الـ7. فحتى الحريق يعني مثلا ربما بعض المؤسسات حتى ياتون يقول لك اذا صار عندك مثلا هذه ما يسمونها اجراءات السلامه، فيدخلون اول ما يدخلون ينظرون اين اجراءات السلامه. نحن ما كنا منتبهين، يعني اول ما بدانا قبل 20 سنه ما كنا نعرف هذا. فبعد ذلك يجب ان تكون اجراءات السلامه مكتوبه بشكل واضح موزعه على جميع الاماكن داخل المؤسسه التعليميه، بحيث انه في حاله وجود طوارئ الكل يعرف ما هي الاجراءات وماذا يفعل.
رأيت كيف؟ يعني القضية أنه نحن لا نتكلم عندما أنا مؤسسة تعليمية، إذا الجودة عندي فقط في داخل الفصل. لا لا، هذا الكلام غير صحيح. الجودة تعني كل المؤسسة بكل تفاصيلها. طيب، فلذلك يقول لك في جميع أركان العملية التعليمية. هذه النقطة أنا سأتوقف عندها قليلا. لماذا؟ لأنه نحن عندنا مشكلة كبيرة جدا في العالم العربي والإسلامي في فهم أركان العملية التعليمية. لأنه أنا رأيت المحاضرات التي حدثت في الأيام السابقة، حقيقة استمعت إلى مجموعة كبيرة من أو أغلب المحاضرات سمعتها، وأيضا دخلت على كثير من الأبحاث عندما الإخوة المشاركين الأوراق التي قدمت استمعت لها فيما يخص التربية، يعني القضايا التي تخص التربية استمعت لها تقريبا أغلبها. يعني يقول هل لجنة الجودة في الكلية فيها دكتور مختص في كل تخصص تعطي تشهيد بجودة الامتحان قبل التوزيع على الطلاب؟ هي يعني لا، نحن عندنا إجراءات ضمان الجودة، كل قسم أو كل كلية يجب أن تلتزم بها. يعني لا يشترط أن يكون هناك شخص محدد، لأن نحن يعني واحدة من قضايا الجودة يجب أن يكون جميع الأفراد يعرفون ما هي الجودة، وبالتالي كل واحد يقوم بعمله. فبعض المؤسسات ماذا يفعلون؟ يجعلون هناك أشخاص متخصصين بالجودة في كل قسم، وبعض مثلا نحن مثلا عندنا لا، عندنا في كل كلية لجنة، لكن ليس في كل قسم. الكلية فقط هي عندها لجنة للجودة، لكن ما عندنا في كل قسم شخص متخصص بالجودة. وبعض الأقسام لا، يعني يعملون في كل قسم، إذا كان خاصة الأقسام كبيرة يجعلون في كل قسم شخص متخصص بالجودة. وهذا الجودة يعني يتأكد بوجود المعايير الجودة في كل الأشياء من ضمنها الامتحانات. وهذا الشيء أظن المفقود. يعني أنا الآن عندي تواصل مع بعض الجامعات والإخوة العاملين في العراق، والحقيقة يعني هذه قضية الامتحانات سنتكلم عنها بعد قليل. يعني لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني لا زالت العملية، لا يعني لا حول، فعلا لا حول، يمكن لا نستطيع أن نقول إلا لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب، الجودة في التعليم، وجود عناصر العملية التعليمية كاملة، هذه مهمة. ما هي عناصر العملية التعليمية؟ لأنه لا زال مع الأسف كثير من الناس يظنون أن أركان العملية التعليمية هي الطالب والمعلم والمنهج، هذه الأركان الثلاثة التي كانت قبل الحرب العالمية الثانية. الأمر اختلف الآن. الآن لا يمكن أن تقول أركان العملية التعليمية طالب ومعلم ومنهج. طيب، ما احنا ايام مثلا بالعراق ايام الحصار كان عندنا طالب، كان عندنا معلم، كان عندنا منهج، لكن التعليم نزل وصار فاشل جدا. لماذا؟ لا يوجد اموال. اذا القضيه الماليه مهمه. لا يمكن ان تقول انه التمويل او الميزانيه ليست ركن من اركان العمليه التعليميه. اذا ما عندك فلوس انسى التعليم. من اين ياتيك التعليم الجيد؟ من اين ياتيك التدريب؟ من اين تاتيك الوسائل التعليمية؟ من أين تأتيك البنايات؟ من أين تأتيك الكتب إذا ما عندك أموال؟ فأركان العملية التعليمية هي ليست فقط هذه الأركان الثلاثة التي كتبت قبل الحرب العالمية الثانية، التي هي المعلم والطالب والمنهج. الأمر أوسع من هذا. العملية التعليمية الآن في عصرنا الحاضر، طيب، هناك يعني أركان كثيرة سنتكلم عنها بعد قليل، ويجب أن المعايير الجودة تكون شاملة لكل الأركان، وأيضا الاستمرار في التحسين. طيب، لأن الوقت حقيقة أريد أعطي مجال أوسع ما هي العناصر أركان العملية التعليمية؟ سنأخذها عجالة. الطالب لا بأس، لا شك أنه لا بد الطالب أن يكون ركن من أركان العملية التعليمية. المعلم، المنهج، هذه كانت الأركان القديمة، يعني هذه الأركان القديمة للعملية التعليمية، هذه الثلاثة. وأيضا أنا يعني بعض واحدة من المحاضرات التي قدمت طرحت فيها بعض القضايا أو الأفكار التي هي غير صحيحة. يعني يبدو أن المعلومات التي استقاها الأخ المحاضر هي معلومات قديمة نوعا ما، أو هي محاضرات أو معلومات لتدعم قضية واحدة. عندما يكون هناك خلل لا يمكن أن نقول
انه الخلل في جهه، يعني يمكن اقول الخلل في المعلم. يعني الان عندما نحن جماعه لا يسوى، عندما نتعامل مع لا يسوى، عندما نذهب للمراقبه او للتفتيش او لما شابه ذلك، عندما تقول خلل نحن نتكلم عن مؤسسه لا نتكلم عن افراد. لماذا؟ لانه لا يمكن ان يكون الخلل في مكان واحد فقط. الخلل يشمل كل الاجزاء. مثلا اذا كان عندنا خلل في المعلم، اذا عندنا خلل في اشياء كثيره. لماذا؟ لانه الاداره، من اين جت الاداره؟ هي المعلمين جزء منهم سيكون في الاداره. فالاداره ايضا صار فيها خلل. من يكتب المنهج؟ المعلمين هم الذين يصممون المنهج. فاذا صار خلل في المعلم، اذا صار عندي خلل في المنهج. رايت كيف؟ فالقضيه ماذا؟ القضيه انه نحن نتكلم الان عندما تكون عمليه تعليميه، الخلل لا يكون في مكان واحد، وانما الخلل يكون في اجزاء مختلفه. لذلك بعض المؤسسات ما يكتبون منهج، ما يتركون معلمينهم يكتبون منهج. وهذا مثل موجود الان في وزاره التربيه في كل الدول العالم، ليس فقط في اغلب دول العالم، يعني حتى لا نعمم هكذا تعميم. في اغلب دول العالم المعلم ما يكتب المنهج، المنهج تكتبه الوزاره. والوزاره قد تستعين بخبراء حتى من خارج البلد لكتابه المنهج الذي يقدم في المدارس، فالمعلم لا علاقه له بالمنهج. يعني واضح الفكره؟ فالقصد ماذا؟ القصد انه العمليه التعليميه السابقه كانت مبنيه على هذه الاشياء الثلاثه، لكن الان عندنا الاداره المدرسيه. اذا الاداره فاشله فكل الاشياء الاخرى قد يصيبها الخلل. تقويم القياس. يعني لا يمكن ان تكون مؤسسه تعليميه مثل جامعه ليس فيها سياسه تعليميه مكتوبه. يعني انا اتكلم، انا طبعا يعني عندي خبره مع كثير من الدول العربيه، لكن لا اريد ان اذكر اسماء دول، اخشى لانه تعرف هذه الحساسيه، يقول آه لماذا تتكلم، لماذا ذكرت هذه الدوله، حتى لا ندخل في هذه الحساسيه. لكن لاني انا عراقي فانا ساتكلم عن العراق باعتبار هذا بلدي، فما في حساسيه يعني. وارجو من الاخوه الذين من العراق ان لا يشعروا بالحرج، لكن انا اتكلم ليس لانه العراق سيء، لا لا عفوا، يعني ليس هذا القصد، لكن اتكلم لاني انا عراقي حتى الاخوه من بقيه الدول لا يعني يصيبهم يعني عندما اذكر هذا. طيب طيب جميل، اقرا الردود، جميله جميل جدا. طيب اذا الاداره المدرسيه، فانا اتكلم عن الاداره المدرسيه، عفوا تقويم القياس. لا زال مثلا اقول هذه الاسئله، انتم السياسه التعليميه عندكم، يقولون يعني ايش سياسه تعليميه؟ كيف جامعه ما عندها كتاب السياسه التعليميه؟ يعني هذا لا يمكن. طبعا ما في مؤسسه اي اس او تاتي لكم ويقول لك اعطيني السياسه التعليميه، تقول لي ما عندي، يقول لك لا، اذا قبل ان تاتي تطلب اذهب واعمل هذا. يعني هذه من الاساسيات لابد من وجودها. وعندما تقول سياسه تعليميه، او عفوا سياسه القياس والتقويم مثلا، يجب ان تدخل كل هذه الامور في داخلها. كيف يمكن استاذ، انت جامعه، كيف تدعي انك جامعه واستاذك يعطي اسئله لطلابك وانت لا تعرف ما هي الاسئله وماذا اعطى للطلاب، ولا تعرف كيف قام بتقويم وتصحيح اجابات الطلاب؟ كيف تدعي انك جامعه؟ لا يمكن، يعني هذا شيء غير ممكن، لابد. لذلك مثلا نحن مثلا، يعني اعطيكم مثال جامعتنا، نحن الاستاذ نحن عندنا يسمونه التصحيح المتبادل. يعني احنا عندما نصحح فياتي استاذ اخر على هذا الاستاذ، ياخذ منه مجموعه من الدفاتر العشوائيه وينظر فيها ويرى مطابقتها لدفتر الاجابات للاجابه النموذجيه، حتى نتاكد ان هذا الاستاذ عندما صحح الدفاتر صححها بناء على الاجابه النموذجيه. هذه الاجابه النموذجيه هي مقرره من قبل الكليه، مجلس الكليه. فالقضيه يجب ان تكون تحت هذا معنى المراقبه والاشراف. كيف تقول لا، نحن الاستاذ يعطي الاسئله والاستاذ يصحح والاستاذ يعطي الدرجات. طيب الاستاذ ظالم، الاستاذ ضعيف، الاستاذ مهمل، ما الطلاب سيكونون ضحايا. انت كيف تتاكد ان المنتج الذي يقدمه الاستاذ هو منتج صحيح؟ انت جامعه، انت المسؤول، يعني انت الذي عندما تكون جامعه هذا. يعني لماذا نتكلم عن معايير الجوده؟ لهذا السبب، لانه يجب ان تلتزم جامعاتنا بمعايير الجوده.
يعني يجب أن ننتهي، نخرج من فكر الحرب العالمية الثانية وما قبلها. الآن العالم اختلف، العالم الآن انطلق إلى أبعاد أخرى. حتى نصل معهم أو حتى نتواكب معهم يجب أن نغير الفكر التربوي. الفكر التربوي عندنا لا زال مبني على مركزية الأستاذ وليس مركزية الطالب. والآن حتى في الغرب بدأوا يخرجون من مركزية الطالب، الآن عندهم التعليم هو مركزية المجتمع. القضية يعني أبعاد مختلفة تماما، فلسفات مختلفة تماما، ونحن لازلنا يعني نعيش في فلسفة ما قبل الحرب العالمية الثانية. طيب، طيب، إذا هذه المعايير يعني بشكل البيئة التعليمية، يعني هذه واحدة من القضايا. أعطيكم مثال صريح على البيئة التعليمية. نحن ندرس لغات أجنبية في بلداننا، يعني مثلا نحن في العراق يدرسون اللغة الإنجليزية ويدرسون اللغة الفرنسية، وأظن هذا موجود أظن في أغلب الدول العربية يدرسون اللغة الفرنسية واللغة الإنجليزية. السؤال الآن، أنت تدرس طالب عراقي لغته الأم هي اللغة العربية في مدرسة عربية في دولة عربية في بيئة لما يخرج خارج الفصل وخارج المدرسة لا علاقة لها باللغة الإنجليزية، ماذا تتوقع من الطالب؟ أنت تضيع جهد. لذلك طلابنا يدرسون، نحن في العراق يدرسون الإنجليزي من الصف الأول ابتدائي إلى يتخرجون من الثانوية العامة، احنا نسميها البكالوريا اللي هي 12 سنة، وبعد ما يدخل للجامعة هو لا يعرف اللغة الإنجليزية، لا يتحدث اللغة الإنجليزية، عندما تسأله سؤالين باللغة الإنجليزية لا يستطيع الإجابة. طيب أنت لماذا درسته 12 عاما لغة إنجليزية وبالنهاية المحصلة أو المنتج صفر أو قريب من الصفر؟ لأنه لا توجد بيئة. لا يمكن أن تدرس لغة أجنبية في غير بيئتها إلا إذا وفرت لها البيئة. فلذلك البيئة التعليمية ركن من أركان العملية التعليمية. لا يجب أن تقوم، أعطيك مثال، تدرس طالب فيزياء بدون مختبرات، تطلب دارس كيمياء بدون مختبرات، ما يمكن. هذه بيئة تعليمية، يجب أن تتوفر في البيئة التعليمية ما يحتاجه الطالب لتعلم ذلك العلم. أنت تدرسه كيمياء، فيزياء، لغة، أي شيء، يجب أن توفر له البيئة المناسبة لهذا العلم. طيب الآن يعني هذا فقط حتى يعطينا فكرة أنه معايير الجودة ما هي. فهي معايير الجودة ليست محددة بجانب معين، فذلك يأتوا لك، يعني هذه واحدة من، يقول لك أنت البيئة التعليمية أثبت لنا أن البيئة التعليمية مناسبة، أعطينا الوثائق، فيردون الوثائق التي تثبت أنه البيئة التعليمية مناسبة للتعليم. طيب مثال الوسائل التعليمية، يعني أنا أعطيكم من الأمثلة. أنا ذهبت إلى جامعة في العراق، هذه الجامعة ما عندهم إنترنت داخل الجامعة، ما في إنترنت، يعني الطالب حتى يتواصل مع الإنترنت يجب أن يستخدم هاتفه الشخصي. طيب والآن يعني كما هو معروف أن الهاتف واحد من أفضل الوسائل التعليمية، يعني الآن الهاتف لا يمكن أن يكون خارج الوسائل التعليمية. كيف يكون الهاتف؟ يعني كيف الآن أنا أعيش في القرن 21 في عام 2024 والهاتف لا يدخل ضمن الوسائل التعليمية؟ يعني هذا يعني لا نريد أن نقول ألفاظ، لكن حقيقة تخلف. طبعا السبورة الذكية، كم من دولنا العربية فيها السبورة الذكية؟ إذا إلى الدول العربية كم دولة، يعني إذا استثنينا ربما دول الخليج، لكن بقية الدول العربية والدول الإسلامية كم دولة فيها تستخدم السبورة الذكية وما شابه؟ يعني الأمثلة على ذلك كثيرة، أن الوسائل التعليمية عندنا شبه معدومة، طبعا المختبرات وغيرها وغيرها هذه كلها. طيب عندنا إدارة الجودة، هل يوجد عندنا في الجامعات إدارة جودة حقيقية؟ لأنه الآن صارت مثل يعني الستايل أو موديل، ماذا يقولون، صارت أنه الجامعة فيها إدارة جودة، لكن السؤال هل هي إدارة الجودة هي فعلا خبيرة بإدارة الجودة؟ هذا سؤال مهم. لذلك أنت الذين يعملون في إدارة الجودة يجب أن تؤهلهم لإدارة الجودة، وبالتالي يأخذون دورات ربما مع ISO
مثلا يقول الطلاب يستعملون حاليا التابلت في مصر، رائع جدا. طيب لكن السؤال ماذا؟ انت عندما مثلا اعطيتهم التابلت، هل انت وفرت لهم مثلا الواي فاي او الانترنت؟ لانه كثير من الطلبه بسبب الوضع المادي للعائله ما يستطيع، ما عنده باقه تؤهله من استخدام المستمر للانترنت. وبالتالي نحن كدوله او كمؤسسه تعليميه، لذلك مثلا نحن مثلا في جامعات ماليزيا عندما تدخل داخل الجامعه مباشره انت لا تحتاج تستخدم الباقه الخاصه بك، لانه عندنا في الجامعه الواي فاي التابع للجامعه، الاستاذ او الطالب كله يستخدمه مجانا، وهو جيد وسرعته عاليه، وما عندنا يعني مشكله في هذا. يعني انا في داخل الفصل عندما اذهب الى داخل الفصل افتح اللابتوب استخدم واي فاي تابع للجامعه، ما استخدم الباقه الخاصه بي. فهذا القصد، يعني القصد انه نحن نوفر هذه الوسيله التعليميه لهم. طيب المجتمع، هذه واحده من القضايا ايضا المهمله عندنا في المجتمع. لماذا؟ لانه انت منتجك يخرج للمجتمع، وياتي ووسائلك وامكانيتك تاتي من المجتمع. يعني انت كجامعه مثلا، كجامعه من اين ياتيك التمويل؟ من المجتمع. اساتذتك والمعلمين من اين ياتون؟ من المجتمع. الطلبه من اين ياتون؟ من المجتمع. من عندما يخرجون اين يذهبون؟ يذهبون الى المجتمع. اذا كيف تجعل المجتمع خارج العمليه التعليميه؟ كيف؟ لا يمكن، يعني هذا شيء مستحيل. لذلك الذي يكتب فلسفه الجامعه، يعني هذه واحده من القضايا التي شاهدتها في اغلب الجامعات التي تعاملت معها، عندما يكتبون فلسفه الجامعه السؤال الذي اول شيء نساله، كيف كتبتم مسائل الجامعه؟ ماذا اعتمدتم عليه؟ انا لان انا مختص اي اس او، انا اريد وثائق، اعطيني وثيقه، انت كتبت فلسفه الجامعه، هذه الفلسفه من اين جئت بها؟ يقول والله الاستاذ الفلاني، الاستاذ الفلاني، الاستاذ الفلاني كتبوها. نقول له تعذرني يا اخي هذا ليس جوده. لماذا؟ يقول لك لانه فلسفه الجامعه سناتي لها، لعلنا نمشي سريعا، فلسفه الجامعه واحده من مصادر فلسفه الجامعه هي المجتمع. المجتمع يجب ان يكون الركن الاكبر او الكبير في صياغه فلسفه الجامعه. لماذا؟ لانه الذي ياتي اليك من المجتمع والذي يخرج اليك من المجتمع، فلا يمكن ان يكون المجتمع خارج العمليه التعليميه. وهذه القضيه الكبيره، المشكله عندنا في كثير من الدول، عندنا كثير من التخصصات، يعني انا اسمع كثير عندنا من التخصصات ويدخلون لها مئات الطلاب، بل الاف الطلاب سنويا ومئات الطلاب، ونحن في مجتمعاتنا ما موجوده، او وجودها قليل، ما يحتاج هذا الكم الهائل. تخرج كم هائل، يعني على سبيل المثال يخبرني احد الاخوه من مصر، استاذ عندنا من مصر يخبرني هذا، يقول نحن خريجي كليات الطب كثير منهم عاطل عن العمل. لماذا؟ لانه ما في مستشفيات، لانه يخرجون اعداد كبيره. طيب لماذا؟ لماذا تخرج هذه الاعداد من كليات الطب وانت غير قادر على توظيفهم؟ انت ضيعت هؤلاء جهد الدوله واموال الدوله وجهد الطالب ووقت الطالب على دراسه تخصص، ثم عندما خرج الى المجتمع، المجتمع يقول له تعذرني انا ما عندي مكان لك، انت مكانك غير موجود. طيب لماذا تركتموني اضيع الوقت والجهد واموال الدوله والميزانيات وانا مكاني غير موجود؟ فلذلك المجتمع يجب ان يكون جزء لا يتجزأ من العمليه التعليميه، في كل خطوه نخطوها في العمليه التعليميه نحن ننظر الى المجتمع، فالمجتمع جزء من العمليه التعليميه. الاهداف التربويه، انا سامشي السياسه التعليميه، الميزانيات، طبعا انا لا اريد ان ماذا، أن لانه الوقت حقيقه. مثلا الاخ يقول عندنا كتب الكترونيه في كردستان، رائع جدا، رائع انه يكون عندنا كتب الكترونيه، هذا يعني شيء جميل جدا، ومواقع ودورات المعتمده بشهادات معتمده مجانيه. طيب ما الافضل في الشرح في الجامعات باللغه الام العربيه واللغه الانجليزيه علما من المناهج الانجليزيه؟ سنتطرق الى هذا ان شاء الله، المنظومه التعليميه محتاجه لطلبة تكنولوجيا الطالب. طيب خصوصا التكنولوجيا الحديثه، ماذا عن تطبيق معايير الجوده في وضع الاسئله؟ ثم يطلب من الاستاذ زياده الدرجات دون استحقاق الطالب. لا طبعا، هذه كارثه، يعني انه نحن نطلب من الاستاذ ان يطبق معايير الجوده
وبعد ان يطبق معايير الجوده الطلبه لا يقومون بالاجابه بشكل صحيح، ثم نطلب ان نقول له اعطي الطلبه درجات اضافيه. لا، هذا يعني هذا لا علاقه له بالجوده يعني. طيب، لا بد من تطوير الفكر. نعم دكتور عاطف، نعم 100% لا بد من تطوير الفكر. خصخصه التعليم لا بس يعني لا ممكن خصخصه التعليم، يعني هذا ليس مشكل، لكن مع وجود البدائل. يعني الغايه انه لا يمكن ان نجعل كل التعليم خاص. لماذا؟ لانه الذين ما عندهم قدره على التعليم الخاص ماذا يفعلون؟ يجب ان تكون بدائل. وجود التعليم الخاص لا يعني لا باس به، لانه يعني يشكل منافسه، فيجعل المؤسسات الحكوميه او المدارس الحكوميه وجهات التعليم، المؤسسات التربويه الحكوميه تقوم بتطوير نفسها، لان اكو جهات اخرى تنافسها. ولكن يجب ان تكون هناك دائما موازنه، وهذه هي الجوده. الجوده دائما تتحدث عن الموازنه. الجوده ليس لا تعني المثاليه، يعني هذه واحده من القضايا ايضا التي الناس يسيئون الفهم في الجوده. الجوده لا تعني المثاليه، الجوده تعني ما هو الاصلح في هذه الظروف، في هذه الامكانيات. يعني الجوده تتكلم عن هذا الشيء، انت هذه امكانياتك، انت هذه ظروفك، هذه حدودك، اذا ما هو الافضل لك؟ فهذه هي الجوده. يعني لا يمكن ناتي لواحد مثلا في بعض الدول، مثلا ناتي مثلا اليمن. اليمن الان لها ظروف خاصه، في ظروف عدم استقرار اقتصادي، عدم استقرار سياسي، يعني تعرفون الظروف المحيطه باليمن. فلا يمكن ناتي مثلا اليمن ونقول لهم يجب ان تزودوا المدارس كلها باللوحات الالكترونيه. ما عندهم امكانيه، يعني هذا خارج نطاق الممكن. الجوده لا تعني هذا. فلذلك عندما نتكلم عن الخصخصة وما شابه، نحن نتكلم عن الموازنة دائما، يجب أن يكون هناك موازنة. طيب، طيب، إذا هذه الملاحظات، إذا هذه يعني بالعموم هي أركان العملية التعليمية. الآن أين الجودة؟ الجودة في كل واحدة من هذه الأشياء. مثال سريع حتى ننتقل للذي بعده، المنهج. أنا مرة عملنا على المنصة هنا محاضرة على المنهج. هناك في قضايا في المنهج، لأن أنا الماجستير تبعي هو كان تصميم مناهج. المشكلة في المنهج أنه كثير من الذين يكتبون الكتب التعليمية أو الكتب الدراسية ما درسوا المنهج، كيف يصمم المنهج. وبالتالي هو لأنه أستاذ متمكن، يعني هو أستاذ مثلا على سبيل المثال أستاذ يكتب النحو، في النحو مثلا كتاب في النحو، هو لأنه عبقري نحو، هو يعني فاهم علم النحو فكتب كتاب. لا يعني أنه كتب كتاب في النحو أن هذا الكتاب يصلح أن يكون منهج. هناك فرق بين كتاب يحتوي على معلومات قيمة، على معلومات ثرية، وبين كتاب يصلح منهج. يعني هناك فرق كبير بينهما، يجب أن نفرق. يعني مثلا كثير، لا زال كثير من مؤسساتنا التعليمية يستخدمون مثلا شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك في تعليم النحو مثلا. شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك هذا من الكتب الأم، كتاب رائع، كتاب مرجعي، كتاب يعتبر يعني لا يمكن واحد يدرس النحو ولا يقرأ كتاب شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك. هذا من الكتب الرئيسة في قضية النحو. لكن السؤال، هل هذا الكتاب يصلح أن يكون منهج؟ هذه قضية أخرى. فنفرق بين الكتاب المهم والكتاب الثري بالمعلومات الذي كتبه ربما هذا عبقري من عباقرة النحو، وبين صلاحية هذا الكتاب أن يكون منهج. فتصميم المنهج هذه قضية لها معايير، كيف تصمم منهج؟ هناك معايير، يجب الالتزام بالمعايير. نحن عندنا ما عندنا معايير، نحن ماذا عندنا؟ عندنا شخصيات. أوه، هذا الكتاب كتبه مثلا عبد الراجعي، خلاص هذا الآن كل الناس تستخدم مثلا تطبيق النحو والتطبيق الصرفي. طبعا لا شك عبد الراجعي أحد عباقرة وأركان اللغة العربية في العالم العربي. يعني هذا واحد من الهبات التي وهبها الله سبحانه وتعالى في زماننا الحديث لنا، انه استاذ عبده، يعني ان جاءنا هنا فيقول انا لست عبد الراجحي، انا عبده الراجعي، هذا يقول اسمي عبده الراجعي. فهذا واحد من الهبات التي وهبها الله لنا. لكن الان هل هذا كتاب التطبيق النحوي والصرفي يصلح منهج؟ اذا كان يصلح منهج، هل يصلح منهج لكل المؤسسات او لا؟ هذه قضيه اخرى. هذا هنا نطبق المعايير، نأتي معايير المنهج نطبقها. فلذلك عندما نأتي لك نقول لك هذا المنهج يجب أن تعطيني تبريرا مبني على حقائق علمية
هذه النقطة الأخرى التي سنناقشها بعد قليل، مبني على حقائق علمية أن هذا المنهج يصلح لك. طيب، هذه هي مبادئ نظام الجودة. هم عندهم 7 حقول في نظام الجودة. طيب، مبادئ نظام الجودة هم يأتون هكذا. أولا، المبدأ الأول، لذلك هذا في اللغة الإنجليزية، هذا يقول 7 quality management principles under ISO هذا. طيب، فعندنا أول الميدان الأول الذي يتكلم عنه إدارة الجودة هو الاهتمام والتواصل مع العميل. العميل هو الركن أو المركز لعملك. ونحن الآن عندما نقول تعليم، من هو المركز؟ نحن عندنا 2، المجتمع والطالب، هذا هو العميل. يعني عميلنا الذي هو الزبون الذي نتعامل معه هو المجتمع والطالب. لذلك يجب أن يكون محور التعليم هو المجتمع والطالب، ليس الأستاذ. يعني هذه النقطة التي يجب أن ننتبه لها، لأنه نحن لماذا ننتج؟ من أجل ماذا ننتج؟ من أجل المجتمع. فهذا الطالب الذي يأتينا نحن نؤهله لمن هذا؟ من أجل المجتمع. فنحن منتجنا هو الطالب، وغايتنا هي خدمة المجتمع. فإذا يجب أن يكون عندنا هذا الاهتمام، أو يسمونه التركيز على هذا، يقول هذا customer focus، تركيز على الزبون أو على العميل. طيب، لذلك في الإدارة ماذا يفعلون في الجودة؟ يأتوك، نريد إثبات. ما هو إثباتك بهذه القضية؟ لذلك تقول فلسفة التعليم، تواصلت مع المجتمع. أعطيكم مثال، ولا الأمثلة كثيرة والوقت قصير، ولكن يعني لعل الله سبحانه وتعالى. طيب، إذا طيب يقول، أعطيكم مثلا مثال. أنا ذهبت إلى معهد الأئمة والخطباء في دولة ما، لأن أنا يعني خلفيتي مع دراسات إسلامية، وعندي دراسات عليا إسلامية، وعندي بعد ذلك تربية، وعندي إدارة. فذهبت إلى هذا المكان، هو معهد أئمة وخطباء، أساعدهم في تطوير المنهج. فعندما جلسنا معهم نريد أن نتكلم عن المنهج، أنا سألتهم ما هي مواصفات الخريج؟ لا يمكن أن تبني منهج وأنت ما عندك قائمة بمواصفات الخريج. يعني الآن لو قلت لك مثلا أنت كلية الهندسة، قسم مثلا الهندسة الميكانيكية، فأقول لك، سأسألك سؤال، أقول لك ما هي مواصفات الخريج؟ تقول ما عندي مواصفات. أقول لك تعذرني، أنا هذا منهجك ما يأتي على أي سوء، هذا دعه لك. لماذا؟ لأنه أنت كيف تبني المنهج؟ عندما تبني المنهج، ما هي المهارات، ما هي المعلومات التي ستضعها في المنهج؟ هذه هي تبنى واحدة من أساسيات بنائها. طيب، هي ماذا؟ المواصفات اللي تقول أنا، لأن خريجي الذي يتخرج مني عندما يذهب إلى المجتمع يجب أن يقوم بهذه المهام، 1 2 3 4، وهذه المهام تتطلب هذه المعلومات وتتطلب هذه المهارات. فأنت المهارات والمعلومات الموضوعة في المنهج، ما هو تبريرك لها؟ تبريري لها لأن متخرجي أنا، هذه الأهداف العملية التعمل اللي اسميها أهداف العملية التعليمية، لأن أنا خريجي الذي يتخرج مني أريد أن يحمل هذه المواصفات. لماذا يحمل هذه المواصفات؟ لأن المجتمع يحتاجها، لينظر المجتمع يحتاجها. رأيت كيف؟ لذلك مثلا أنت تأتي مثلا إلى دورة مثل العراق، وعندنا أقسام، هذا ما يسمى الروبو انجينيرينج، أو هذا يعني يسمى المكننة الذكية، أو لا أعرف ماذا يسمونها، أهل التخصص أعلم اللي يسمونها باللغة الإنجليزية الروبو انجينيرينج أو المكننة الذكية. طيب، هذه المكننة الذكية أو الروبو انجينيرينج في العراق، أنت كل جامعة مثلا عندها هذا التخصص، عندنا مثلا 20 جامعة، عندنا 20 قسم. لماذا؟ هل نحن عندنا مصانع في العراق تستخدم المكننة الذكية؟ في كل العراق ربما يوجد مصنع واحد أو مصنعين فقط. هل عندنا هذه الظاهرة منتشرة؟ لا. طيب، أنت لماذا تخرج هذه الأعداد الهائلة من الناس وتضخ بهم للمجتمع؟
وهم لا يعملون. رأيت كيف؟ طيب وهذا عندما يتخرج منك هل سيمارس؟ لا لا يمارس. إذا لماذا خرجته؟ يعني الغاية ماذا؟ الغاية أنت يجب أن يكون عندك فكرة عن مواصفات الخريج الذي سيتخرج ماذا يعمل؟ سيذهب إلى المجتمع، ماذا سيعمل في المجتمع؟ فبناء على هذه المواصفات أنت تضع المهارات والمعلومات في المنهج. واضح الفكرة؟ طيب القيادة والإدارة أيضا هذه فأنا عندما ذهبت هندسة روبوت، طيب جميل. إذا أنا عندما ذهبت إلى معهد المؤمنين والخطباء فأنا سألتهم ما مواصفات الخريج؟ قالوا ما عندنا. قلت طيب، لأن أنا أساعدهم في تصميم المنهج، فقلت طيب إذا دعونا نكتب. فعملنا كتابة، ما هي مواصفات الخريج؟ أنت تخرج إمام وخطيب، لأنه هو اسمه معهد الأئمة والخطباء، أنت تعطيه بكالوريوس إمامة وخطابة. طيب ماذا يحتاج؟ يقول يئم الناس في الصلاة، جميل. مثلا يلقي خطبة يوم الجمعة، جميل. ثم في المناسبات الدينية والكذا يقوم بتنظيم المناسبات الدينية والكذا، جميل. ثم بعض المشاكل الاجتماعية الخاصة بالقضايا الزوجية إمام المسجد يكون طرف فيها. طيب إذا نحن الآن كتبنا مواصفات الخريج، هذا مواصفات الخريج. الآن نأتي إلى مواصفة. طيب الآن قلت يئم الناس في الصلاة، ماذا تحتاج الإمامة في الصلاة؟ يكون حافظ للقرآن أو شيء من القرآن، جميل. تحفظونه؟ قال نعم، يحفظ 10 أجزاء، جميل جدا. الآن هذا الجزء قد استوفيته في المنهج، جميل. ثم ماذا يحتاج الإمامة في الصلاة؟ صوت، جميل. طيب هل علمته المقامات؟ قال ما عندنا مادة اسمها مقامات. طيب كيف هذا عندما يذهب يقرأ؟ أنت تريد أن يكون صوت جميل حتى الناس يعني يشعرون معه في اللذة بالصلاة والكذا فهذا يجب أن تعلمه كيف يقرأ. وهذه الآن علم، المقامات صارت علم. وأنا لا أقصد مقامات الموسيقى، لا أقصد مقامات يعني قراءة القرآن باستخدام المقامات، الآن صارت علم وعلم متوفر. لماذا لا تدرسونه وماذا؟ هذا خلل في المنهج، صار عندك خلل في المنهج. طيب أنت تقول مثلا يساعد في حل بعض المشاكل الزوجية، هل درسته هذا؟ هل درسته علم النفس، علم النفس الزوجي أو علم نفس العائلة؟ هل درسته علم نفس العائلة؟ لا. هل درسته العلاقات الاجتماعية؟ لا. طيب كيف هذا الإمام عندما يذهب ويأتي الناس حتى يساعدهم في حل بعض المشاكل الزوجية وأنت ما درسته هذا؟ كيف؟ هذا خلل في المنهج. واضح الفكرة؟ إذا رأيتم هذه القضية الاهتمام بالزبون والمجتمع، القيادة والإدارة. ما مع القيادة والإدارة؟ أنت تأتي بواحد يقول مدير جامعة، ما هي صفاتك؟ لماذا اخترت هذا يكون مدير جامعة؟ هذا نقول عميد. لماذا اخترته أن يكون عميد؟ هذا رئيس قسم، لماذا؟ يعني ما هي المواصفات؟ طيب هذه القيادة من أعلى السلم إلى أدنى السلم، كل واحد ما هو واجباته؟ هل حددت له الواجبات؟ ولا يكون تداخل في الأعمال، في الإدارات، في الواجبات، في طيب هل وضعت مقياس له حتى تعرف رأيته كيف؟ فهذه كلها قضايا، يعني هذا الاي اس او يعني يدور في هذه الامور، مشاركه العاملين والتفاعل. لا يمكن ان تكون مؤسسه وهي ليست تفاعليه بين اعضائها. يعني هذا فقط في الجيش، الضابط الاعلى والامر يامر والجندي ينفذ. لكن انت تاتي بمؤسسه تعليميه والمشاركين في عمليتها غير متفاعلين معهم. فيجب ان يكون هناك، لذلك عندنا هذا الفيدباك بعد التغذيه الراجعه، عندنا المقترحات، عندنا اللجان، عندنا هذه كلها مهمه جدا. يعني يجب ان 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 ان, أن ماذا ان ان يكون هناك عندنا اليات للتفاعل. لذلك ناتي نسالك ما هي، فاعطيكم مثال على هذا. انت الطالب عندما درسته كيف تعرف انه استفاد منك؟ كيف تعرف رأيه فيما قدمت له؟ كيف تعرف؟ فيجب أن تكون تغذية راجعة من الطالب، وهذه التغذية الراجعة يجب أن تكون معتبرة، ليست فقط ورقة يكتبها الطالب، يجب أن تكون معتبرة. معتبرة ماذا؟ في تقييم الأستاذ، في تصميم المناهج، في تطوير المناهج، في تطوير الإجراءات، في البنايات، في التجهيزات، في كل شيء. لذلك في عندنا ما يسمى في نهاية كل فصل دراسي الطالب يقوم بعندنا ما يسمى هذا student feedback survey SFS يسمونه باللغة الإنجليزية، اللي هو يعني التغذية الراجعة من الطالب. وهذه التغذية الراجعة نحن نكتب فيها مجموعة كبيرة من الأسئلة، تقريبا 20 سؤال، نسأله عن كل شيء، نسأله في الأستاذ، في شخصية الأستاذ من الناحية الأخلاقية، من الناحية
التربوية، من الناحية العلمية، في طريقة تدريسه، في التجهيزات الموجودة في الفصل، في الإجراءات التي تقدمها الجامعة، في الامتحانات وكيف تجرى، أسئلة كثيرة. وهذه مجموع التغذية الراجعة يعطينا فكرة واضحة. يعني أنا واحد من الناس في البداية كنت غير مقتنع بهذا، لكن بعدما أخذنا دورات الأيسوا وعرفنا أنه ما فائدتها، أنا الآن أنتظر بفارغ الصبر أن تأتيني التغذية الراجعة. لماذا؟ لأنها أنا أطور نفسي، أنا في الفصل القادم سأكون أفضل عندما أسمع رأي الطلبة. أنا ربما تكون عندي عيوب، ربما ارتكبت أخطاء. هذه التغذية من الراجعة من الطلبة هي ستساعدني على تحسين نفسي كأستاذ، كمعلم، كتربوي. ونفس الشيء الأقران، يعني أنت معك زملاء، يجب أن تأخذ رأيهم ويأخذون رأيك. والمسألة لذلك هم عندهم قاعدة ذهبية في الاي اس او، يقول لك التعايش بين أعضاء المجموعة هو تعاوني وليس تنافسي. هكذا يقول لك، هو تعاوني وليس تنافسي. هم الأعضاء يتعاونون بينهم ولا يتنافسون. لذلك هذه فكرة أنه تدخل في المؤسسة وتجعلهم يتنافسون، لا، أنت تكرم المتميز، تكرمه، لكن لا تجعلها منافسة. لماذا؟ لأن المنافسة سبق أحقاد، مشاكل، صعوبات، معوقات كثيرة. لماذا يتنافسون؟ لا لا، الجيد أنا أكرمه، لكن لا يشعر الآخرين أن هذا أفضل منكم. ارفع مبدأ هذا التنافسية، ارفعه بين الأعضاء. أنت ممكن تتنافس مع المؤسسات الأخرى، مع الشركات الأخرى، لكن داخل مؤسستك يجب أن يكون هناك تعاون وليس تنافس. طيب، وبعد ذلك عمليات وإجراءات المؤسسة، يعني هذه اللي تأتي، التقويم والاختبارات وغيرها و و و و و و طيب، عمليات وإجراءات المؤسسة، يعني مثلا أنت كيف تقوم بإجراء دعنا نأخذ مثلا التقويم، كيف تقوم بعملية التقويم؟ ما هي إجراءاتك؟ قبول الطلبة، كيف تقوم بقبول الطلبة؟ الأستاذ الجديد كيف تقوم؟ الترقية كيف تقوم؟ ما هي إجراءاتك لترقية الأساتذة مثلا؟ وهكذا، كل هذه العمليات وإجراءات المؤسسة يجب أن تكون وفق المعايير. لذلك نحن عندنا هذا ما يسمى البرفورمانس كي. طيب، وبناء على البرفورمانس كي يعطون هذا يسمونه الأبار، يعني اللي هو التقويم العام أو مجمل الدرجات التي حصل عليها العامل أثناء السنة لماذا؟ لأن عندنا هذه عندنا إجراءات. فذكر أنا الأستاذ عندي مثلا عنده 1 2 3 4 5 6، فأتي أقول له بناء على هذا الأرقام والحقائق. طبعا دعونا، يعني الوقت الحقيقة التطوير والتحسين، وعندنا القرار، هذه يعني قرارات مبنية على الأدلة. ما مع القرارات المبنية على الأدلة؟ أنت عندما تقول قرار يجب هناك دليل على أن هذا القرار صحيح. مثلا أعطيك مثال، أنت تقول مواصفات الخريجين، من أين جئت مواصفات الخريجين؟ وقل الأساتذة اجتمعنا، نقول لك لا، ما يكفي، هذا ليس دليل كافي. لماذا؟ يجب أولا أن تقوم باستبيان. ما معنى استبيان الخريجين؟ الخريجين الذين تخرجوا منك، هل قمت بالتواصل معهم وأخذت فيدباك؟ فعندما يعطوك فيدباك الآن عندك معلومات إحصائية. يعني مثلا أعطيكم مثال، إحنا جامعتنا أعطت قبل 5 سنوات أو هكذا، أعطت أموال ضخمة لمؤسسة، في مؤسسات عالمية هنا في ماليزيا أيضا يوجد بعض هذه المؤسسات. طيب، هذه المؤسسة، ما هي المؤسسة تفعل؟ تقوم بمتابعة خريجينك وإعطائك معلومات كاملة عنهم. فدفعنا فلوس، يعني الفلوس التي دفعت للمؤسسة ملايين، يعني ليس مبالغ قليلة. لكن التغذية الراجعة اللي جاءتنا رائعة جدا، ساعدتنا ماذا؟ في إعادة الفكر الفلسفي للجامعة. لماذا؟ لأن هذا الطالب عندما تخرج مننا وذهب يعمل، نحن جامعتنا يعني لأنها جامعة عالمية، نحن عندنا خريجين من أكثر من 100 جنسية، يعني عندنا الذين يتخرجون وتخرجوا عندنا من أكثر من 100 جنسية مختلفة.
فلذلك التغذية الراجعة جاءت من عندهم، هذا استفدنا منه، هذا ما استفدنا منه، هذا كان عبثا، هذا كان جيد، هذا كان رائع، هذا كان. فهذه التغذية التي جاءت من، لذلك بعد ذلك عندما نقوم بماذا، قلت لماذا تفعلون هذا؟ يقول عندي دليل. ما هو الدليل؟ يقول له انظر، هذا عندي مؤسسة قامت بعمليات إحصائية وعمليات متابعة ومراقبة وجاءتني بهذه الأرقام، فبناء على هذه الأرقام أنا قمت بهذه الإجراءات. هذا معنى القرار المبني على الأدلة، ليس يعني لأن جاء مدير جامع، جاء وزير جديد تغيرت القوانين، ذهب الوزير جاء وزير آخر غير القوانين، لماذا غيرت القوانين؟ ويقول هذا الرأي، الرئيس الوزير له فلسفة. هذا كلام عبثي، يعني هذا كلام ليس جودة، ليس علاقة بالجودة. الوزير عندما يريد أن يغير أو يغير سياسة، أو يجب أن تكون عنده أدلة، ويقول بناء على هذه الأدلة أنا قمت بهذه القرارات. طبعا علاقة التواصل الخارجي مع الجامعات الأخرى، مع المؤسسات الأخرى، مع المجتمع، وهذا لذلك يجب أن يكون هذا التعاون، يعني كل جامعة يجب أن تكون عندها علاقة تعاون مع الشركات الخاصة، مع الشركات الحكومية، مع الشركات الخارجية، مع الجامعات الأخرى، يجب أن يكون هناك علاقة تواصل. هذه كلها تقاس، هذه المبادئ السبعة لنظام الجودة. فأي نظام جودة، الاي اس او وغيره، هذه هي الميادين السبعة التي يقومون بفحصها للتأكد من وجود معايير الجودة فيها. طيب الآن لماذا توصيف المادة؟ يعني لماذا أنا سأمشي بسرعة لأنه الوقت حقيقة. طيب لماذا توصيف المقرر الدراسي؟ هذه القضية يجب أن يفهمها كل عامل في مجال التعليم، التعليم العالي. أنت أول يوم تدخل على الطلبة، أنا اليوم بدأ العام الدراسي أو الفصل الدراسي، يعني حسب النظام. نحن عندنا هنا في ماليزيا ما عندهم عام، عندهم فصول دراسية. فعندنا بعض الجامعات عندها تو لونج سيمستر، سيمسترين طويلة وسيمستر قصير، وبعض الجامعات عندها 3 ايكوال سيمستر، يعني 3 سيمسترات متساوية. المهم حسب الجامعة التي تقدم هذه فنحن عندنا السنة فيها ثلاث فصول دراسية. فأنت في الفصل، بداية الفصل الدراسي، عندما تدخل إلى الطلبة ماذا ستفعل؟ يجب أن تقدم لهم العقد، تقدم لهم هذا عقد، أنا وأنتم سنقوم به. فالتوصيف المقرر الدراسي هو هذا العقد الذي بينك وبين من؟ بين الطالب، وأيضا بينك وبين المجتمع، وأيضا بينك وبين الجامعات الأخرى. لذلك كثير من الجامعات، أو الجامعات المحترمة التي تحترم يعني شهادتها وتحترم، عندما يأتيهم واحد حامل شهادة من جامعة أخرى ويطلب المعادلة، يعني مثلا واحد درس مثلا نقول سنتين في جامعة، ثم ينتقل إلى جامعة أخرى ويطلب معادلة المواد التي أخذها في تلك الجامعة، أول شيء يطلبونه ليس أسماء المواد، كل مادة ما هو توصيف، أعطيني، نريد التوصيف، توصيف المقرر. فتوصيف المقرر هو هذا العقد أو الوثيقة التي تثبت جودة هذه المادة أو عدم جودتها. فكيف يكون جامعة الأستاذ يدخل أول يوم في الفصل الدراسي وهذا العقد أو هذه الوثيقة غير موجودة عنده، ما يعطيها للطلبة؟ هذه كارثة، يعني هذا لا يمكن أن يحدث. لذلك أنا لماذا أخذت قلت توصيف المقرر نموذجا؟ لأن هذه من قضايا الجودة، هذه من القضايا المهمة في الجودة. ما هو دليلك أنك ما ستقدمه للطلبة يتبع معايير الجودة؟ ما هو الدليل؟ أنا أريد دليل، أريد وثيقة تقول هذا توصيف المقرر. أنا ذهبت إلى جامعة في العراق أساعدهم في تطوير مناهج اللغة العربية، لا أذكر أسماء حتى لا، يعني لا نقع في الحرج، لكن يعني فقط طيب أنا دخلت سألتهم مادة أنتم تدرسون مثلا النحو، أعطيني ملف المادة. فرئيس القسم يقول لي ماذا تقصد بملف المادة؟ هذه مادة أنتم تدرسون مادة صحيح؟ طيب كل سنة ماذا تدرسون؟ ما هي فلسفة المادة؟ ما هي القرارات التي صدرت من الجامعة ومن الوزارة ومن الكلية بحق هذه المادة؟ يقول أستاذ ما عندنا ملف للمادة. طيب كيف تدرسونها؟ وهي مادة النحو، يأتي الأستاذ نعطيها لهذا الأستاذ، الأستاذ يذهب يدرس النحو.
هذه فقط. رأيت؟ بمعنى ما هو الدليل أنك قمت بالتخطيط لهذه المادة؟ ما هو الدليل أنك قمت بالإجراءات اللازمة لتقديم هذه المادة بالطريقة الصحيحة؟ ما هو الدليل؟ هو توصيف المادة، هذا هو الدليل، هذا هو الوثيقة التي تثبت أنك قمت بمعايير الجودة. لذلك يعني هذا ما هو التوصيف، هذا هو التوصيف. توصيف المقرر الدراسي هو عقد وثيقة بين الكلية والقسم وبين العملاء. من هو العملاء؟ الآن ذكرنا، نعرف من هو العميل. نحن عميلنا هو المجتمع والطالب، هؤلاء العملاء. فالعقد الذي بيننا وبينهم هو هذا، ويشتمل على ماذا؟ مجموعة العناصر التي بمجملها، يعني توصيف المادة يشتمل على عناصر بمجملها تبين المستوى العلمي والمهاري والقيمي الذي سيكون عليه الطالب، وأيضا تبين الوسائل، الأدوات، المدة الزمنية التي يستغرقها العمل في هذه المادة. وهذا العقد غير موجود عندك. كيف أنا أعرف أنك قمت بتطبيق المعايير؟ ما عندك دليل. وقلنا القاعدة الذهبية الأولى في اي اس او في الجودة، كل شيء غير موثق غير موجود. لذلك عندما أتي أقول لك عندك، تقول عندي. ما هو؟ تقول غير مكتوب. أقول لك غير موجود، ما عندك، انسى انسى. الاي اس او يقبلون ان تقول او نحن اتفقنا، يقول لك اين اتفقتم؟ اعطيني وثيقه تثبت هذا الاتفاق. طبعا الوثيقه لا يشترط ان تكون مكتوبه، الوثيقه قد تكون فيديو، انتم اجتمعتم اجتماع وصورتم الاجتماع بفيديو، تقول اجتماعنا في هذا اليوم صورنا فيديو هذا الفيديو ونحن اتفقنا على هذا مثلا. انا اريد وثيقه تثبت انكم قمتم باجراءات هذه طيب طيب الحقيقة ماذا؟ مرة ذهبت إلى معهد من المعاهد، فيقول لي أستاذ ممكن نحلف؟ لا يا شباب، ما عندهم حلفان. الأستاذ يريد وثائق، يعني بدون وثائق فهو غير موجود. طيب إذا التوصيف هو الوثيقة التي يمكن اعتمادها عقدا بين شريكين، من هو الشريكين؟ الشريك الأول هو الجامعة والمؤسسة التربوية، والشريك الثاني هو الزبون الذي وقلنا المجتمع، الطالب، المؤسسات الأخرى التي تتعامل معها. طيب فلذلك هذا ذكرناه، أكثر دوائر الاعتماد والمعادلة تطلب توصيفات المواد قبل معادلة الشهادة. لذلك أنا الآن لو أطلب منكم على الشات فقط هكذا سريعا، يعني كاختبار سريع، من منكم يملك عندما يدخل وكأستاذ جامعي يدخل في الفصل يعطي الطلبة في أول يوم يعطيهم توصيف المادة؟ يكتب واحد، والذي ما عنده يقول لا نحن نكتب، أو في جامعتنا يقول نحن في جامعتنا عندما ندخل ما عندنا هذا الشيء، يكتب اثنين. ممكن هكذا سريعا فقط نرى، فواحد يعني عندكم في الجامعة، اثنين ما عندكم. جميل، ما شاء الله، كثير يكتبون واحد، جميل. طيب إذن بعض عندهم والبعض ما عندهم، جميل. طيب إذن هذه القضية. طيب إذن نحن يمكن القول أن جواز مرورك إلى الآخرين هو توصيف المادة، هذا جواز مرورك للآخرين، وهو دليل على جودة الأداء، وهو أيضا دليل الذي يمكن يستخدمه العالم من أجل اختيارك. لماذا يختارك؟ أنا أريد أقدم أدرس هندسة معك أو أدرس مع جامعة أخرى، كيف أعرف؟ أنت عندي دليل الطالب، يعني الجامعات عموما يعطون شيء اسمه دليل الطالب، وفي دليل الطالب في التخصصات يكتبون، يعني دليل الطالب مثلا في كلية الهندسة يكتبون له توصيفات المواد، فعندما يقرأ في توصيفات المواد، فبعد ذلك يقرر هل أنا سأذهب إلى هذه الجامعة أو أذهب إلى هذه الجامعة. وهذه طبعا أيضا واحدة من القضايا العجيبة، أنه كثير من الجامعات أنا عندما أذهب لهم، طيب نعم إن شاء الله سنعطي نصف ساعة للمداخلات بإذن الله، سنعطي نصف ساعة للمداخلات إن شاء الله. طيب يعني ماذا معنى أنه عندما يعطون يختارون القسم او التخصص يختارون بناء، مع الاسف بعض الجامعات ما عندهم دليل الطالب.
يعني عندما يأتيك الطالب ما هو كيف يمكن جامعة تروج لنفسها؟ يقول ما عندنا طالب، لماذا للمؤسسات الحكومية؟ يقول لك أنا ما أحتاج الدليل، أنا الطالب يأتيني غصبا عنه، الوزارة هي سترسله وهو ما عنده خيار آخر. يقول ما له علاقة بهذا، لكن يجب أن تكون أنت يعني أنت كإثبات للجودة التي عندك، ما هو إثباتك للجودة؟ يجب أن يكون عندك دليل الطالب، هذا الطالب له حق عندما يدخل عندك أول يوم في الدراسة، يعني أقصد عندما يأتي إلى جامعتك أول يوم يدخل في الجامعة يجب أن تعطيه دليل، نقول له عندما ستبقى معي 4 سنوات في هذه الجامعة هذا دليلك لتعيش معي في الجامعة 4 سنوات، خذ هذا الكتيب هذا دليلك، يعطيك كل التفاصيل التي تحتاجها حتى تعيش معي في سلام في هذه الجامعة في هذه السنوات الأربعة. طيب إذن لماذا توصيف المقرر الدراسي دليل طالب لدراسة المادة؟ يحتاج ما يحتاج معرفته قبل بداية الدراسة. أنا سأمشي سريعا باعتبار الوقت مضى علينا. طيب التوصيف ماذا يجب أن يحتوي؟ يحتوي على مخرجات تعليمية، وزن كل مخرج، طرائق التقويم المقرر، وزن كل طريقة. هذه واحدة من، أنا شاهدت عشرات من التوصيفات ما يكتبون هذا، ما يكتبون طرائق التقويم ووزن كل طريقة. نحن عندنا يعني أعطيكم مثال، الآية سوف يتطلب من عندك الطالب عندما تقول له أنا سأعطيك مثلا واجب وهذا الواجب له 10 درجات، يجب هذا آي إس أو، يعني لا يمكن أن يعطيك وثيقة أنك أنت عندك جودة إذا أنت ما عندك الطالب عندما تقول له هذا واجب عليه 10 درجات، ليس اختبار، واجب يعني كان يكتب بحث أو يكتب مثلا ورقة أو شيء من أي نوع من أنواع الواجبات، أو يقوم مثلا برزنتيشن أو ما شابه، تقول له 10 درجات، يجب أنه هذا الواجب يجب أن يكون له تفصيل، ما هو التفصيل؟ ما هو المطلوب تحديدا؟ تقول له مثلا يجب أن تصمم مثلا باوربوينت، سأعطيك على جمال التصميم مثلا 3 درجات، ماذا تقصد بجمال التصميم؟ تقول له مثلا التصميم يحتوي على 1 2 3، هكذا التفاصيل، والا يقول لك انت ما عندك جوده، لماذا؟ لان انت اعطيت الطالب مبهم، قلت له اعمل واجب، طيب كيف يحصل على درجه كامله؟ انا لو اريد ان احصل على 10 درجات، كيف احصل على درجات؟ هل هي على مزاج الاستاذ؟ الاستاذ يقول هذا جيد وهذا غير جيد؟ لا، يجب ان نعطي الطالب انه اذا قمت بواحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته، اذا قمت بهذه الاعمال انا ساعطيك 10 درجات. فمخطط هذا الواجب، هل اعطيته مخطط؟ رأيتم فين النقطة؟ النقطة أنت الآن عندما تقول، فلذلك نحن عندنا توصيف المادة، ومع توصيف المادة هناك ملحقات. فما هي الملحقات؟ الملحقات مع التوصيف هي خطة التقويم والاختبارات. وعندنا الخطة الدراسية، أننا في كل درس سيأتي إلينا سنقول له في هذا الدرس أنا سأعطيك هذا الموضوع، سنناقش هذه القضية وهذه القضية وهذه القضية. حتى الطالب لماذا؟ قبل أن يأتي إلى الدرس يقرأ حتى يستعد، كيف يستعد؟ يعني كيف انا استعد لدرسك وانا لا اعرف ماذا ستدرسني في الدرس القادم؟ فيجب ان تخبرني، انا اقول لك في اليوم الفلاني عندما تاتي الي انا ساطرح هذا الموضوع، ساناقش هذه القضيه وهذه القضيه وهذه القضيه، حتى الطالب يكون مستعد للقراءه القبليه، ما يسمى القراءه القبليه. في توصيف الماده نحن نطلب من الطالب الوقت المخصص للدراسه القبليه. ترى رايت فين الفكره؟ واضح الفكرة؟ واضح الفكرة، يعني كيف يكون يعني ما معنى توصيف المادة؟ توصيف المادة ليس فقط معلومات عامة نعطيها للطالب، هذه المشكلة في كثير من التوصيفات، يعني أنا وجدت عشرات التوصيفات في مجموعة كبيرة من الدول العربية والإسلامية عندهم توصيف، لكن هذا التوصيف لا علاقة له بالتوصيف. اسمه توصيف لكنه ليس توصيف، هو فقط معلومات عامة عن المادة. التوصيف ليس معلومات عامة عن المادة، ليس هكذا، يختلف تماما. طيب لذلك بسرعة لأن بقيت عندي 7 دقائق حتى نفتح يحدد مصادر، يعني هذا الزمن، الوقت الزمني للطالب. أنت كيف تعطي توصيف للطالب، توصيف مادة، وما تكتب له الوقت الزمني المخصص له؟ ما معنى الوقت الزمني؟ أنا الآن أنت تقول لي هذا الموضوع، يجب أن تخبرني كم ساعة أحتاج أقرأ قبله بعده الامتحان، مثلا تقول الامتحان
نصف السنة أو نصف الفصل الدراسي، كم أحتاج للاستعداد؟ يجب أن تعطيني الصورة. طبعا هذه صورة ليست يعني كما نقول محددة 100%، لكن نقول صورة تقريبية. نقول لك الطالب المتوسط، ليس الطالب المهمل وليس المجتهد جدا، الطالب المتوسط يحتاج مثلا إلى 6 ساعات أو إلى 10 ساعات للاستعداد لهذا الامتحان. لذلك هناك نقطة يعني سأطرحها بعد ذلك. السؤال يقول: من يضع التوصيف؟ التوصيف يضعه المؤسسة التعليمية، والمؤسسة التعليمية تقوم بتكليف. ربما نكلف أستاذ، ثم الأستاذ بعد أن يكمل يعطي إلى القسم، القسم عنده لجنة تراجع، أو نشكل لجنة من مجموعة من الأساتذة وهم يقومون بوضع التوصيف ثم يعرض. والتوصيف يجب أن يوافق في الاي اس او، التوصيف يجب أن يوافق عليه من مجلس الجامعة وليس مجلس الكلية. توصيف المقرر الدراسي في اي اس او يجب أن يوافق عليه مجلس الجامعة ليس مجلس الكلية. توصيف المادة، كل مادة الأستاذ أو اللجنة ترفع إلى القسم، القسم يرفع إلى الكلية، الكلية يرفع إلى قسم الجودة، قسم الجودة بعد أن يدقق يعطي ملاحظات، ثم يرفع إلى مجلس الجامعة لإقراره. وعندما يقر هذا التوصيف هو الذي يطبق، ولا يجوز للأستاذ بأي شكل من الأشكال أن يغير ما هو مقر في توصيف المادة. فإذا رأى الأستاذ أنا مثل درست هذه المادة وفقا هذا التوصيف، ورأيت مثلا بعض الأشياء، بعض الملاحظات، بعض الخلل، ماذا أفعل؟ يجب أن أكتب تقرير إلى القسم، القسم إلى مجلس الجامعة لإقرار التعديل. نطلب تعديل، نقول نريد تعديل النقطة الفلانية. رأيت القضية في القضية توصيف المادة ليس قضية فقط. لذلك عندما أنا أريد واحدة من كيف أعرف أنه أنت مطبق معايير الجودة، أقول لك هات التوصيف، أعطيني توصيف المواد. هذا واحد من الأدلة التي ممكن، أو مؤشر قوي جدا، هل أنت تطبق معايير الجودة أو لا تطبق معايير الجودة. طيب، قائمة فوائد كثيرة توصيف المادة، لكن يعني هذا ذكرنا منها. طيب الآن نأتي بعجالة، لأن الأستاذ عنده فكرة واضحة، ثم نعطي ما هي المعلومات العامة. يعني هذه ماذا يحتوي توصيف المادة؟ هذه المعلومات العامة: اسم المساق، اسم المؤسسة، المحاضر، معلومات عن المحاضر، بريد، هاتف. هذه واحدة من القضايا. مثلا يقول الأستاذ أنا ما أعطي هاتفي، طيب كيف يتواصلون معك؟ يقول هذا هاتفي شخصي. طيب هاتفك شخصي، ضع لك هاتف في المكتب. وإحنا مثلا أعطيك واحدة من القضايا، إحنا عندنا شيء اسمه التقويم أو الجدول التقويمي للأستاذ. الأستاذ يجب أن يزود أول يوم في الدراسة، في الفصل الدراسي أو في العام الدراسي، يزود القسم بجدوله الدراسي حسب الأيام، متى هي الساعات الموجودة داخل الفصل، ومتى هي الساعات المحددة أو المقررة للطلبة، يسميها ساعات الاستشارة. وهذه يجب أن تكون مكتوبة، والأستاذ يوقع على هذا ويسلم إلى القسم. والقسم بناء على هذا، إذا الطلبة اشتكوا قالوا هذا الأستاذ ما يعطينا استشارات، فرئيس القسم يتأكد هل هو في هذه الساعة كان موجود في المكتب أو غير موجود، فيقول أنا كنت موجود. نقول له هل هو في هذه الساعة؟ لأن هذه الساعة أنت كتبت أن هذه نعطيها للطلبة. الطلبة نعطيها. يقول إذا أردت أن تزور الأستاذ في مكتبه من أجل الاستشارات، تأتي مثلا يوم الاثنين الساعة 10 صباحا إلى الساعة 12 صباحا، هذا الوقت المخصص لاستشارات الطلبة. هذا من حق الطالب، يعني بمعنى أن الأستاذ يجب أن يكون متواجد في مكتبه هذه الساعتين حتى لو لا يوجد طلبة، لأن هذا وقت مخصص للطلبة، يجب أن يكون متواجد إذا كان الطالب يحتاج أن يصل إليه. طيب، نحن نتكلم عن التعليم الجامعي ليس عن التعليم الابتدائي والثانوي. يعني أنا أتكلم عن الجودة في التعليم العالي، لأن هذا تخصصي حقيقة. لا أستطيع أن أقول أنا خبير بالتعليم الابتدائي أو الثانوي، لأني حقيقة ما عندي خبرة فيه، لذلك لا أستطيع أن أعطي رأيا في هذا. لكن أنا أتكلم عن التعليم الجامعي باعتبار أنا عندي، يعني أنا عضو في هذه اللجنة من 20 سنة، أنا أعمل في هذه اللجنة، فأنا عندي خبرة جيدة في هذا. لكن الله أعلم، الابتدائي والثانوي لا أستطيع أن أقوم. الساعات المكتبية نعم يسمونها في مصر. طيب،
الآن هذه المعلومات العامة، الآن غير المعلومات العامة. طيب ماذا يحتوي المخرجات التعليمية ولواحق المخرجات التعليمية؟ ما هو المخرج التعليمي؟ يجب أن نكتب المخرج التعليمي، بمعنى الطالب نقول له عندما تدخل في هذه المادة بعد أن تخرج ستكون قادر على 1 2 3 4. طيب هذا الواحد اثنين وثلاثة أربعة ما هو وزنها؟ لماذا نعطي الوزن؟ حتى الطالب يقوم بتصميم خطته لهذه المادة. هذا المخرج وزنه 10%، إذا أنا سأعطيه 10% من وقتي. بعض الأحيان الطلبة لا يعرفون ما هي الأوزان فيركز على موضوع، وهذا الموضوع ربما وزنه قليل، وبالتالي عندما يأتي في الامتحان أو في الواجبات يكون أداؤه غير جيد. ليس لأن الطالب غير جيد، ولكن الطالب لم تكن عنده صورة واضحة عن كيف يقوم بتوزيع الوقت. لذلك عندنا شيء يسمى SLT اللي هو Student Learning Time، الوقت المخصص للطالب للتعليم. هذا من يحدده؟ يحدده مصمم المنهج. الذي يصمم المنهج هو الذي يحدد هذه الأوقات. وكما قلنا هذه الأوقات عندما تحدد هي ليس أوقات يعني حدية، وإنما يعطيه صورة تقريبية، أنت في هذه المادة تحتاج هذه التوقيتات بصورة مجملة. ربما الطالب يكون مجتهد يعطي أكثر، طالب مهمل يعطي أقل، ربما واحد يأخذ أقل لكن لأنه هو يعني عنده خلفية قوية فيحتاج وقت أقل، لكن الطالب المتوسط يحتاج هذا الوقت. فيجب أن تكتب هذه. أستاذ معد، نعم عذرا على المقاطعة، بارك الله فيك، نعم لكن تبقى معنا نصف ساعة، وأيضا يجب أن نأخذ بعدها مناقشات، أو قبلها عفوا، لأنه الساعة 8 تماما تماما ستبدأ تمام الجلسة. بارك الله فيك وعذرا على جميل المقاطعة. تمام. إذا ممكن فقط 5 دقائق ونهي بسرعة، وموضوعات نعم، تتغطى. سنأخذ مداخلات حتى إذا في أحد عنده استفسار أو سؤال، يعني معنا إلى الساعة 8. نعم إن شاء الله إن شاء جزاك الله. عذرا على المقاطعة مرة أخرى. لا بأس لا بأس. طيب أيضا بسرعة كذا، توزيع الموضوع على الساعة التعليمية، يعني هذه الملحقات، يعني أنا أعطيت هذا البرزنتيشن إلى اللجنة، وممكن اللجنة إذا يحبون يضعونه للمشاركة، يعني هذا شيء راجع لهم. طيب فإذا بالعموم هذه يعني لعله الصورة صارت واضحة على أهمية توصيف المادة، وكيف توصيف المادة يمكن أن يعطيني صورة أو مؤشر على المعايير التي أنا أستخدمها. طبعا كلها يعني يجب ان تكتب في هذا الفلسفه ما يجب ما سيقدمه هذا المقرر الى المجتمع المحلي والعالمي، هذه كلها يجب ان تكون موجوده في توصيف الماده. تلخيص التساؤلات الان، هل يمكن ان يكتب توصيف مقرر ماده من غير اعتماد على متعايير الجوله؟ مثلا فلسفه الجامعه هذه يجب ان تكون موجوده. القيم مثلا، على سبيل المثال انا الان لو سالت ما هي القيم؟ نحن مثلا في ماليزيا وزارة التعليم العالي عندهم كتاب التعليم الموجود، يعني ممكن مكتوب باللغة الإنجليزية أيضا واللغة الملايوية، ممكن يعملوا تدخل على موقع وزارة التعليم العالي، وزارة التعليم أو التربية الماليزية، وتعمل داونلود لهذا الكتاب التي هو يعني مدخل عام لوزارة التربية ووزارة التعليم العالي. يكتبون فيه يسمونه القيم الماليزية، قيم التعليم الماليزي، عندهم 16 قيمة محددة، يعني قيم التعليم في ماليزيا هذه 16 قيمة. أي منهج، أي كتاب، أي مادة تصممها يجب أن تكون تحت هذه القيم 16، يعني يجب أن تكون تمس واحدة من هذه القيم أو أكثر من واحدة من هذه القيم. مثال يعني هذا فقط من مثال، هل هذا موجود عندنا؟ هل نحن كتبنا هذه القيم؟ وزارة التعليم المالي أعطتنا ما هي القيم التي يجب أن تكون؟ مخرجات تعليمية طبعا. المهم يعني لعلي أكون قد وفيت على هذه العجالة ما هو المطلوب، وأتوقف هنا وأفتح المجال للتعليقات والأسئلة، وجزاكم الله خير. أستاذنا الكريم مدير الجلسة، تفضل الأمر لكم. جزاك الله عنا كل خير سعادة الأستاذ معد الحاكم، فبارك الله بك على هذه المعلومات الرائعة، ويعني نعتذر أنه قطعنا سلسلة أفكارك جزاك الله خير، الله يكرمك يا رب. على كل حال، لضيق الوقت سنفتح باب النقاش والتساؤلات
استفسارات، فمن أحب أن يطرح سؤالا على الأستاذ معد فليتفضل برفع أداة اليد أو يطرح سؤاله مباشرة في الشات. نعم، معنا المداخلة الأولى، طبعا راح نأخذ المداخلات جميعها ومن ثم نطرحها على الأستاذ معد وهو يجاوب. نعم، معنا الأستاذة أو الدكتورة محاسن إدريس الهادي، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم عليكم الله. السلام. شكرا لك، شكرا للدكتور، واستمتعت جدا بالمحاضرة. ربنا إن شاء الله يوفقك ويعينك. يعني الخمس سنين، ويعني أنا في المستشارية المحاكم مثل هذه، مستشارية التأطير في جمهورية السودان، سابقا دائرة التأطير بالتعليم العالي حاليا على مستوى الدولة. يعني اشتغلت في على مستوى الرئاسة. معليش يعني بس محبطة جدا من جانب معين، يا ريت ألقى فيه إضاءة. عندنا على مستوى الدولة إذا وضحت محاضرتك دي على أساس إنه هي قدامي أنا، وأنا في إدارة الدولة، عندنا حاجة اسمها التخطيط الاستراتيجي للدولة. يعني بتكون في وزارة أو شيء يعني من همها ان هي بتوضح احتياجات الدوله بخططها باشياء كلها. فانا من هنا بتساءل، هل من ضمن المعايير اللي انا بضعها عشان المجتمع وعلى مستوى الدوله اقدر هذه المعايير اطبقها في داخل التخطيط الاستراتيجي، هل هناك ربط مؤسسي ما بين المعيار على مستوى الدولة اللي هو التخطيط الاستراتيجي والمعيار على مستوى الجامعة؟ ده السؤال الأول. السؤال الثاني، بالنسبة للتنمية والتطور المجتمعي، شنو المعيار اللي أنا يعني بيخليني أضمن أو أتأكد من إنه الجامعة المعينة بمعاييره وبضمان جودته وبكله قدرت انها تستأصل كل الخلل، اذا كان انا ما ربطت الامر ده بالخلل على مستوى الدوله او يعني توضيح من الدوله اين الخلل عشان انا ابرزه. وانا اشكرك شكرا جزيلا. وفي شات يا ريت في بحث شاركت به في جودة التعليم العالي جامعة الزرقاء الأردن، سنويا هي بتعمل مؤتمر عن الجودة، أنا شاركت فيه في 2016. فيا ريت يعني فيه هذا المقترحات، خاصة منظومة الشبكة القومية للربط والاتصال والتنسيق الهيكلي المؤسسي ما بين الدولة والتعليم العالي. دي كانت نقطة أنا أشرتها في البحث. وشكرا لكم، شكرا جزيلا يا دكتور، شكرا شكرا على شكرا المحاضرة شكرا القيمة. دكتور، الله بارك الله يبارك. فيكم. شكرا دكتورة محسن، شكرا بارك الله شكرا. فيكم. طيب، مداخلة أخرى معنا أيضا الدكتور محمد باحو، تفضل. تفضل، معكم الصلاحية أستاذ محمد، تفضل. طيب، في معنا مداخلة أخرى من الدكتور مسعي أحمد محمد، تفضل، معكم الصلاحية، تفضل. السلام عليكم. حياك الله. السلام ورحمة الله. تحياتي يا أستاذي. حياك الله، طيب، الله يبارك فيك. أشكر أستاذ معد على هذه المحاضرة القيمة الطيبة، وسؤالي موجه إليه، هل التوصيف المقرر ثابت أم من يكون مرن؟ النقطة الأولى. النقطة الثانية، التوصيف موجود في جميع الجامعات، غير أن الأستاذ المكلف بالمادة غير مؤهل لهذا التوصيف لنقله للطالب، فما العمل في هذه الحالة؟ وشكرا. شكرا لك، بارك الله فيك دكتور، جزاك الله خيرا. طيب، في معنى مداخلة من الدكتورة هنية، تفضلي. أي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضلي. المداخلة بالنسبة للتوصيف، طبعا على حسب، كنت عضوة في توصيف في وضع وتطوير تواصيف مقررات الدراسات العليا والبكالوريوس في جامعة أم القرى في مكة المكرمة. هو تقريبا نفسه، لكن احنا بنهتم أيضا
على حسب الجودة وعلى حسب من أجل الاعتماد الأكاديمي، يهتموا أيضا بالإضافة لما ذكره الأستاذ معد، مخرجات التعلم، الاستراتيجيات اللي بتستخدم من أيضا بالنسبة له، كيفية التقويم وما هي الاستراتيجيات المستخدمة في التقويم. فهذا الفرق اللي ما بين اللي ذكره الأستاذ معد وبالنسبة لي برضو للإضافات، هذه الإضافات فالمفروض أنه تكون في التوصيف. طبعا كل اللي ذكره هو تماما بيمشي عندنا في الجامعة، لأنه أنا مثل ما ذكرت أنا كنت عضوة في توصيف مقررات في الجامعة لدينا، وبالنسبة في قسم المناهج وطرق التدريس. جزاكم الله خير ويحسن إليكم ويحسن استماعكم. شكرا دكتور علي، بارك الله فيك. نعم، في معنى الأستاذ محمد باحو، إذا موجود تفضل. في معنى الدكتورة، نعم أستاذ محمد تفضل. طيب معنى الدكتورة انتصار تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. وعليكم السلام ورحمة حياكم الله. الله جميعا، وشكرا على للدكتور على العرض القيم والمعلومات التي زادتنا معرفة. سؤالي، هل الأستاذ المادة حينما يدرس 3 مواد هو المفروض أن يقوم بتوصيف المادة، أم هناك لجنة تشكل من قبل القسم أو الكلية تقوم بتوصيف المواد؟ لأن الدكتور أثناء المحاضرة قال على حسب ما فهمت يعني أن هناك لجنة تشكل لتوصيف المواد. فمثلا هذا الأستاذ لو وضع شكلت لجنة لربما لا يكون له دراية، فمثلا أنا بقسم الجغرافيا في جامعة صبراتة في ليبيا، أحيانا ليس له دراية بالمواد التي يدرسها الأستاذ. فهل تكون اللجنة المشكلة في الكلية من كل قسم دكتور أم لا؟ وهل هناك مصفوفة، ما يسمى بالمصفوفة، في آخر توصيف مجلد التوصيف لكل قسم أو في الكلية؟ هذا سؤالي، وشكرا وجزاكم عنا كل خير في كل معلومة أضفتموها ما لنا. شكرا، تحياتي. شكرا دكتور انتصار، بارك الله فيكم. نعم، معنا دكتورة رشا، تفضلي. دكتورة رشا تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أي جزاكم هلا. الله كل خير على المحاضرة الرائعة والقيمة. بنشكر الدكتور على كل المعلومات اللي قدمها لنا، جزاه الله عنا كل خير يا رب. كنت عايزة أسأل بالنسبة لتوصيف المواد، لو في دكتور داخل القسم مسؤول عن مادة بتدرس زي ما الدكتورة سبقت وتكلمت، هل يجوز لعميد الكلية أن هو يخلي هذا الدكتور أو المدرس يقوم بتوصيف جميع مواد البكالوريوس والماجستير والدكتوراه؟ دي نقطة. وهل لو حضرتك زي ما الدكتور قد أوضح في بعض من قليل أن هو يلزم وجود لجنة، هل في عدد للجنة دي؟ يعني في لجنة ثلاثية أو خماسية بحيث إن يتم فيها وضع المواد؟ وهل يجو يعني هل ضروري وضع كتيب للمادة باسم المادة يصير عليه مدرس المادة اللي هيكون بتدرسها ولا لا؟ شكرا. شكرا، بارك الله فيكم. معنا أيضا مداخلة من الأستاذة زينة، فتفضلي. أستاذة زينة تفضلي. طيب مداخلة من الأستاذ عبد الناصر أحمد، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياك الله. عليكم السلام. في البداية خالص شكري للأستاذ محمد، الدكتور محمد، على هذه المحاضرة القيمة. استمعت له وانصت له تماما، وتابعت برضه حديث بعض الزملاء.
أول حاجة زي ما أشارت الدكتورة هنية، واحد من الأشياء التي يجب أن يتضمنها التوصيف هي طرق استراتيجيات التدريس، وكذلك طرق تقويم وتقييم الطلاب سواء كان عن طريق الواجبات والتكليفات وخلافها. بالإضافة إلى كده، بالنسبة لتعديل التوصيفات أو تطوير التوصيف، تطوير التوصيف أول حاجة، وضع التوصيف يجب أن يشارك فيه الأساتذة من ذوي التخصص الدقيق، لأنه نعلم أن التخصص الدقيق هو محور عملية وضع التوصيفات، بحيث أنه يكون الأستاذ لصيق جدا بهذا المقرر. وطبعا بالتأكيد التدرج في اللجان التي تجيز هذه التوصيفات، ولكن معروف انه ما يعضل هذا التوصيف في عملية التطوير هو تقرير المقرر الذي يعده استاذ المقرر او الاستاذ الذي درس المقرر، سواء كان لمرات عديدة او لمرة في كل دفعة يقوم بتدريسها، لانه يتضح له مستوى تحقق مخرجات التعلم، سواء كانت المعرفية ولا المهارية ولا غيره من الكفاءات او المخرجات الكفاءه والقيم. وبالتالي هذا التقرير هو مؤشر يساعد في وضع التوصيات من خلال العمليه التدريسيه التي قام بها للطلاب في فصل دراسي معين. وبالتاكيد طبعا مستوى الطلاب يتغير من فتره الى اخرى بحسب المدخلات اللي هي بتمثل الطلاب المسجلين وغيرهم. وبالتالي بناء على تقرير المقرر يمكن ان يوصي زي ما ذكر الدكتور، اذا رغب في تعديل المرجع او المراجع او تعديل في المخرجات او اضافه موضوعات او حذف موضوعات، وهذا طبعا يعرض على اللجان المتخصصه. بالنسبه لتوصيف المقرر يراعى برضو ان يتم تعديله في كل فتره، مثلا نقول عليها الفترات الدورية مثلا كل 5 سنوات، بناء على التوجهات الحديثة للدولة أو لوزارة التعليم أو للمهتمين بالتخصص المعني، وبحسب برضو شنو حاجة سوق العمل وحاجة المجتمع. شكرا جزيلا. شكرا أستاذ عبد الناصر، شكرا، بارك الله فيك. طيب، معنا مداخلتين أخيرتين ومن ثم الكلمة للأستاذ معد. نعم دكتورة سيدة، تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم مرحبا السلام. بكم جميعا، وشكرا، محاضرة قيمة جدا ومجهود رائع، وشكرا للدكتور. فسؤالي هو عبارة عن: ما هي التحديات الرئيسية التي قد تواجه التعليم في الالتزام بمعايير الجودة، وكيف يمكن تجاوزها؟ يعني بمعنى إنه مثلا إنه أنا ممكن أوريدي أواصل في الجودة بالنسبة للتعليم، ولكن في متطلبات بالنسبة للوزارات، فكيف أنا يمكن أن أحل أو أواجه المشاكل بالنسبة للدولة؟ شكرا. شكرا دكتور، شكرا. بارك الله فيك. نعم، المداخلة الأخيرة الأستاذة نهى علي، تفضلي. الأستاذة نهى علي، تفضلي. طيب، نأخذ مداخلة الأستاذ ليث حمدي عبد الله، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شكرا جزيلا لمنصة أريد على هذه المحاضرة، وشكرا لدكتور معد على هذه المحاضرة القيمة. سؤالي بالنسبة للمفردات، هل هناك فرق بين المفردات وبين التوصيف؟ هذا جانب. الجانب الآخر، في نفس المادة هذه ممكن تدرس في كليات أخرى، مثلا ممكن تدرس في كلية الزراعة، في كلية التربية، في كليات الصيدلة، نفس المادة، هل راح تختلف هذه التوصيفات من كلية إلى كلية، أم هي خاصة فقط في الكلية المعينة لنفس المادة، نفس المادة العلمية، نفس المقرر المخصص للطلاب؟ شكرا جزيلا. شكرا أستاذ ليث، بارك الله فيك. طيب، نأخذ آخر مداخلة، الأستاذة نهى علي، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام، بس على عجال لو سمحتي. أنا عايزة أسأل الدكتور، أشكره أول حاجة على المحاضرة، وعايزة أسأله هل توصيف المقرر يحدد كل 4 سنوات، أم متى يتم تحديد التوصيف المقررات الدراسية؟ يعني هل كل 4 سنوات نقوم بتحديد التوصيفات، وهل توجد مصفوفة في نهاية توصيف المقررات؟ شكرا لك دكتور. شكرا أستاذ نهى، بارك الله فيكم. طيب سعادة الأستاذ معد، لكم الحرية ولكم الصلاحية، فتفضل، وأرجو أن تكون ضمن 10 دقائق حتى ننتقل مع الدكتورة مريم إلى الجلسة البحثية. تفضل الأستاذ. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب شكرا جزيلا على جميع المداخلات، حقيقة رائعة جدا، ومشكورين لهذه إسراء للمحاضرة. أولا نتكلم عن الأسئلة التي تكون عن محتويات التوصيف. محتويات التوصيف الذي سألوا عن طرق القياس موجودة حقيقة، أنا ما ذكرتها للوقت يعني لأن مرينا بسرعة، لكن نعم كما قال طرق التدريس، طرق التقويم والقياس كلها يجب أن تذكر، وتطرقنا إلى هذا أثناء الشرح. ولكن ما هي المفردات التي توضع في التوصيف المادة؟ هذا لا يوجد فيه مصفوفة. لماذا؟ لأنه نحن عندنا توصيف المواد في بعض الدول يقسمون توصيف المادة الذي يعطى للطالب أو للمجتمع، وبين توصيف المادة الموجود كمرجع. فعندهم التوصيف الذي يوجد كمرجع هذا يجب أن يحتوي على كل ما يجب أن تحتوي عليه، وهي قائمة طويلة، وهي المعلومات العامة كما ذكرنا، يعني هي مخارج هذه المعلومات العامة، يجب أن يحتوي على المعلومات العامة، يجب أن يحتوي المخرجات التعليمية ولواحقها، وما هي المخرجات التعليمية، أوزان طرق القياس والتقويم، طرائق التدريس، وأيضا يحتوي على مثل الموضوعات والمصادر، ما هي الموضوعات التي تدرس، ما هي مصادرها اللي يجب أن تذكر في التوصيف، هذه كلها يجب أن تذكر، وأيضاً ما له علاقة بالفلسفة والملخص. هذه الميادين التي يجب أن تحتويها توصيف المادة. هذا التوصيف هل سيعطى كاملاً للطالب وللمجتمع، أو يقسم ما يعطى للطالب شيء، ما يحتفظ به شيء آخر؟ هذا يعتمد على سياسة الجامعة أو سياسة الدولة. المهم أنا بالنسبة لي كمدقق أو كمراقب ISO، عندما أتي للقسم أنا أريد الملخص الكامل، فيجب أن أرى في الملخص الكامل كل هذه المفردات، المعلومات العامة، المخرجات ولواحقها، الموضوعات والمصادر، وما له علاقة بالفلسفة. هذه أنا أريد أن أراها في التوصيف. ماذا سيعطى للطالب، ماذا سيعطى للمجتمع، هذه تبقى سياسة الجامعة وسياسة الدولة. هذا يعني جواب ما له علاقة ب ما يجب أن تحتويه توصيفات المواد. الآن النقطة الثانية، من يكتب هذا التوصيف؟ هذا التوصيف تكتبه الجامعة. التوصيف تكتبه الجامعة، يعني أنا عندي جامعة، الجامعة هي التي نحن عندما الـ ISO ما يتعامل مع الأفراد، لا شيء، لا يوجد شيء في الـ ISO اسمه الأفراد، اسمه جامعة. فأنا أريد الجامعة، لكن الآن الجامعة كيف تقوم بهذا العمل؟ هذا الأمر ليس له علاقة بـ ISO، له علاقة بالجامعة. أنا ISO ماذا أريد أن أرى؟ هذا سيجيب بعض الأسئلة. يقول مثلا هذا الملخص كتب، أنا سأسألهم كيف كتب؟ أنا أريد توثيق، لأن أنا مختص ISO، أنا مهمتي أطلب الوثائق، فأنا سأطلب وثيقة، كيف كتب؟ فعندما يعطيني الوثيقة سأرى هل هذه الوثيقة وفقا للمعايير أو ليست وفقا للمعايير. مثلا يقول إن كتب هذا الأستاذ، أنا أسألهم أقول لماذا هذا الأستاذ؟ لأن الISO دائما يسألون عن المبرر، ما هو المبرر؟ يعني هذه يعني من كان مدقق في ISO يعرف هذه الإجراءات. فأنا أسألهم أقول وثيقة، عندك وثيقة؟ يقول نعم، أعطيه الوثيقة. أقول ما هو المبرر؟ الآن يجب أن يعطي المبرر، يقول هذا الأستاذ مثلا مختص، أو هذا الأستاذ كتبها لكن عرضت على مختصين، ثم عرضت على مجلس الجامعة، أو عرضت على مجلس الجودة، أو ما شابه. فأنا يجب أن أرى التبرير مبني على المعايير. لذلك إذا كتب توصيف المادة أستاذ لا تنطبق عليه المعايير، أنا أعتبر هذا خلل، وسأكتبه ضمن الملاحظات. فأنا تقرير الـ ISO بعد الزيارة التفتيشية سيعطي تقرير المؤسسة، يقول عندكم هذا الخلل يجب أن يصحح. فلذلك الذي يكتب توصيف المادة قد لا يكون متخصص 100%، لكن
الإقرار، لأنه جامعة لن تقر هذا التوصيف إلا بعد أن يعرض على الخبراء. فمثلا أنا ممكن ما عندي خبير جدا، أنا عندي أستاذ، لكن أنا الأستاذ أرى أن مستواه ليس قوي جدا، فماذا أفعل؟ أقول له أكتب التوصيف، ثم أخذ هذا التوصيف وأعرضه على خبراء، قد يكون خبراء من خارج الجامعة، وبالتالي رأي الخبراء سندخل الملاحظات على التوصيف، ثم يذهب إلى الجودة، ثم يذهب إلى مجلس الجامعة لإقراره. بالنهاية المعايير تعني أن هذا التوصيف عندما أقر من مجلس الجامعة أقر بعد اتباع المعايير، فنحن عندنا معايير يجب أن تنفذ. ولا أنا طبعا يعني لأن هذه الإجراءات كلها جماعة الآي إس أو هم الذين يقومون بها، فإذا من يقوم؟ طيب كم المراجعة؟ نحن نسمى هذا كوريكولم ريفيو. الكوريكولم ريفيو ليس له وقت محدد، الكوريكولم ريفيو يعتمد على أمور، أولا سياسة الجامعة، سياسة الدولة، سياسة الجامعة، ويعتمد على الحاجة. فالكوريكولم ريفيو قد يكون مثلا، أنا أعطيكم مثال، أنا الجامعة التي فيها كنا كل 5 سنوات، الآن جعلناها كل 3 سنوات، تغيرت، يعني كانت كل 5 سنوات غيروها إلى كل 3 سنوات لوجود، يعني لوجود مبررات لماذا كل 3 سنوات نعمل كوريكولم ريفيو أو مراجعة مناهج، أو لماذا 5 سنوات. فهذا يعتمد على أمور، يعني لماذا تقوم بمراجعة المناهج؟ عندك سياسة الدولة، عندك سياسة يعني مثلا أعطيك مثال، إحنا في العراق 2003 سقطت الدولة، جاءت دولة جديدة. الدولة الجديدة التي جاءت بفلسفة جديدة، بمبادئ جديدة، بقيم جديدة، لذلك ألغيت كل المناهج القديمة وقاموا بتأليف مناهج جديدة. هذه حاجة طارئة، قد تكون المناهج القديمة ألفت قبل سنة لكن سقط النظام، جاء نظام جديد، تغيرت كل سياسة الدولة، كل مبادئ الدولة. لذلك نقول متى، يعني ما هو الوقت المقرر لمراجعة المناهج أو مراجعة التوصيف؟ هذا يعني يعتمد على حاجة الدولة، على سياسة الدولة. على السؤال الذي يخص هل إذا كان عندي توصيف في جامعة الجامعات الأخرى مشابهة له؟ لا، إلا إذا الدولة عممت هذا. يعني مثلا نحن في العراق يقولون كل كليات الزراعة في العراق يجب أن تطبق هذا التوصيف، فالوزارة تقوم بإعداد التوصيف أو تقوم باعتماد توصيف معين، وتطلب من جميع الكليات في كل الجامعات أن تقوم باتباع هذا التوصيف. هذا ممكن، لكن أيضا أنا كأي إس أو عندما آتي لزيارة يجب أن يكون هناك مبرر، بمعنى أن الوزارة تعطي المبررات، لماذا تعطي المعايير، ما هي المعايير التي اعتمدت عليها. فإذا بالنهاية التوصيف يعني كأي إس أو نحن عندما نأتي نريد أن نرى التوصيف مطابق للمعايير. من يحدد المعايير؟ كنا المتخصصين، يعني في التربية متخصصين، في الإدارة متخصصين، في كل مجال في متخصصين هم الذين يحددون ما هي المعايير التي يجب أن تطبق عندما نكتب التوصيف. الآن أنا عندي الدولة، عندي مشكلة بين الدولة والجامعات، نعم هذه موجودة في كثير من الدول. لذلك هنا يأتي ما يسمونه قلنا الموازنة. يعني أنت كجامعة لا يمكن أن تعمل خارج نطاق الدولة، فيجب أن تعمل داخل نطاق الدولة، لكن الدولة فيها خلل، فيها ضعف، فهنا تأتي هذه قدرة الجامعة على الموازنة. يعني كيف تقوم بالموازنة بين ضعف الدولة أو الضعف الإداري للدولة وبين ما تتطلبه الجودة، يعني جماعة الجودة كيف يتطلبون. ونحن أيضا يعني هذه المعلومة، جماعة الجودة يعطون نسب بعض الأحيان في حالات خاصة، يعطونك الجودة تحت نسبة معينة، يقول لك أنت نعطيك ال 9000 لكن ليس ال 9000، هذا ال 9000 لكن ليس ال 9015، نعطيك مثلا 9000 200 مثلا، يعطوك جودة لكن ليس الجودة يعني العالية، يعطوك جودة متدنية بناء على ظروفك، على ملابساتك. يعني فهي فيها يعني هذه القضية طويلة، فيها تفاصيل كثيرة، لكن ملخصها أنه توصيف المادة يجب أن يبنى على معايير، وهذه المعايير تكون متفق عليها. طيب هل يجوز لأستاذ غير متخصص يدرس هذا التوصيف؟ لا طبعا لا، التأكيد هذا لا علاقة له بالجودة، يعني لا علاقة له بالجودة. لذلك أعطيكم مثال، نحن عندنا بعض الأحيان يعني عندنا أعطيت مادة، أنا دقيقة واحدة، أعطيت مادة اسمها مادة الفكر تفكير، ما عندنا متخصصين، فماذا فعلنا؟ جئنا بأساتذة، قمنا بإدخال بدورة، كلية التربية عندنا أدخلت هؤلاء الأساتذة دورة لمدة 2 أو 3 من أجل تأهيلهم لتدريس هذه المادة. فبالنهاية أنت يجب، يعني لا يمكن أن تضع أستاذ يدرس مادة وهو غير كفؤ، على الأقل تقوم بتأهيله
بطريقة ما ليكون قادر على تطبيق محتوى أو توصيف هذه المادة. طبعا لعلي أكون بعجالة أجبت على التساؤلات، لأنه الوقت حقيقة وأنا ملزم بالوقت. أنا أتوقف هنا، وأستاذ رئيس الجلسة شكرا لكم جزيلا، جزاكم الله خير، ونفع الله بكم الأمة ونفعكم أيضا في الدنيا والآخرة. شكرا لكم. شكرا شكرا سعادة الأستاذ معد الحاكم، بارك الله فيك على هذه المحاضرة الأكثر من رائعة، والتي يعني كان فيها كميات المعلومات هائلة، فجزاك الله عنا كل خير، ونسأل الله أن يكتبها في ميزان حسناتكم. نعم أحبتنا الكرام، وصلنا معكم إلى نهاية هذه المحاضرة، نشكر باسمكم الأستاذ معد الحاكم، ونشكر اهتمامكم وبارك الله فيكم، وأيضا سنشرح معكم على عجال طريقة الحصول على الشهادة لهذه المحاضرة، فاسمحوا لنا أن نشارك مع حضراتكم الشاشة، وبعدها إن شاء الله سنتحول إلى المؤتمر الدولي التاسع للتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في العلوم المتنوعة، وستصحبكم مع الدكتورة مريم العاني. نعم أحبتنا الكرام، نقوم سوية بالدخول إلى منصة البحث جوجل، إلى محرك البحث جوجل، نعم، ونكتب في خانة البحث منصة أريد العلمية فتظهر بهذه الصورة، وبإمكانكم التسجيل فيها لمن لم يلتحق بعد، أما المسجل فقط يضغط على تسجيل الدخول وينتقل بعدها إلى الصفحة الخاصة بالمنصة، وتجدون فيها البوابة الخاصة في المحفل العلمي الدولي 14، نختار منها، وعذرا على العجالة، نختار منها الجلسات، فنقوم بالضغط على الجلسة الثالثة، وبعدها نقوم بالدخول إلى محاضرة الدكتور معد أو الأستاذ معد، ونضغط على علامة نيل، فمباشرة نتحول بعدها إلى إصدار الشهادة، نضغط على إصدار الشهادة فنقوم بتحميلها، وهي برسوم رمزية قدرها 10 دولار. نعم أحبتنا الكرام، تظهر لنا بهذا النموذج، وأيضا أحبتنا الكرام هناك أيضا طريقة لتعبئة الرصيد من الضغط على علامة الزائد، فننتقل بعدها إلى الصفحة الخاصة بتعبئة الرصيد، وهناك عدة طرق لتعبئة الرصيد.